بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المتواصل على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم يا سادة مشاهدين الكرام من هنا من أرض فدكسورة، ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج ميكروفون مصر وصل صوتك. في البرنامج ده احنا معانا متشيع مصري يكلمكم أيها الأخوة المصريين في أي مكان كنتم في مصر، فبإمكانكم الاتصال والإشكال وسؤال أخونا أيمن المتشيع اللي هو منكم وفيكم، وحيكلمكم بلسانكم بلهجتكم المصرية المحببة، حيكلمكم ويفهمكم إيه إشكالاتكم. كمان بإمكان الأخوة المتشيعين الاتصال فينا في البرنامج ده لاستوضاح ما أشكل عليهم، أو لو كان عندهم أي هموم أو أي حاجات عاوزين يقولوها يتفضلوا يقولوها. أستاذ أيمن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدنا؟ وازيك يا أستاذنا؟ الحمد لله الحمد لله. ازيك انت؟ عليكم عامل تكون ايه؟ بخير إن شاء الله. أنت فضلت الشيخ، فضلت العاملين على القناة، ربنا الحمد يبارك لله فيكم. بخير الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على نبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما خليفة الله في الأراضين مولانا الحجة ابن الحسن، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قناتي فدك وصوت العترة ترحبان بكم في برنامجكم ميكروفون مصر وصل صوتك واسأل عما أشكل عليك. واحنا النهاردة سيدنا بقول لكم للمرة الثانية والثالثة والرابعة ان البرنامج ده اصلا مش برنامج تعليمي، ده برنامج حواري تواصلي بين واحد مصري جاي معاكم، كان على منهج الباطل اللي انا كنت عليه، منهج اهل البدع والضلالة بتاع ابو بكر وعمر، وربنا من علي باتباع اهل البيت سلام الله عليهم. فاللي يحب يستفسر عن اي شيء احنا في خدمته واحنا تحت امره. وانا اكتشفت حاجه غريبه جدا، طبعا انا منتظر اتصالكم من اول دقيقه، احنا يشرفنا تواصلكم. اكتشفت حاجه غريبه جدا فعلا، تصدقوا ان فعلا ما فيش مذاهب اسلاميه. انا حتى الاستاذ فايز هيفاجئ لما انا اقول الكلام ده على الهواء، لانه هو ما يعرفش انا هقول ايه. فعلا ما فيش غير منهج اهل البيت هو الدين الحق، حتى في كتب اهل البدع والضلاله بلا استثناء مبنيه على ان منهج اهل البيت هو الحق، حتى ان القران الكريم مبني على ان منهج اهل البيت هو الحق. لكن علماء البكرية اللي بيطلعوا على المنابر واللي بيتكلموا بيطلعوا حاجات ويخبوا حاجات ويقولوا حاجات ويصححوا أحاديث ضعيفة عندهم هم، يضعفوا أحاديث ضعيف صحيحة عندهم هم، ويظهروا حاجات من عندهم هم ويخفوا حاجات عندهم هم. هجيب لكم مثال مشهور جدا، حديث افتراق أمتي، قول رسول الله صلى الله عليه وآله: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي، رسول الله صلى الله عليه وآله بيقول في الحديث، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فبيسألوا له: يا رسول الله، مين الفرقة الناجية دي عشان نبقى معاهم؟ فقال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية تانية قال: هي الجماعة، يد الله على الجماعة. ده صحيح الترمذي، والحديث ده وارد عند أبو داود والدارمي وأحمد والحاكم، والحديث ده صححه ابن تيمية في المسائل، الحديث صحيح مشهور، لأن كان في واحد عمال يقول الحديث ضعيف وما ضعفش، ابن تيمية ضعف صحح الحديث في المسائل، الحديث صحيح مشهور، والشاطبي وما أدرك ما الشاطبي في الاعتصام صححه، وصالح المقبلي من علماء اليمن قال: روايات هذا الحديث كثيرة يشد بعضها بعضا بحيث لا يبقى ريبة في حاصل معناه. وطبعا الألباني صحح هذا الحديث في كتابه صحيح الجامع وصحيح ابن ماجه، وكذلك العراقي صحح هذا الحديث. الحديث دوت الشاطبي بيشرح لفظ الرسول: ما أنا عليه وأصحابي، فبيقول إيه؟
بيقول إن هذا يدل على أن ما سنه الصحابة واجتهدوا فيه فهو حجة على الإطلاق. وطبعا استدل بآية في قول الله تبارك وتعالى، هو ما قالهاش بس أنا هقولها مكاننا، قول الله: ومن يشاقق الله والرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني في سبيل الرسول وسبيل المؤمنين، فالاثنين لازم نتبعهم زي ما القرآن قال كده: نوله ما تولى. وكذلك في قول ربنا سبحانه وتعالى: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، يعني ربنا أشرك أصحاب إبراهيم معاه في النص الآية يعني. طبعا نقول، وكذلك في قول الله تبارك وتعالى في مدح أصحاب رسول الله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكذلك قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. هنلاحظ أن الآيات دي بتمدح المؤمنين في عهد سيدنا النبي، أو المؤمنين في عهد سيدنا إبراهيم، لاتباعهم الإيمان ولاتباعهم الصفات. لذلك عاوزين نعرف النهاردة وانتم فين الفرقة الناجية، وإيه شروطها، وبالراحة وبهدوء عشان ربنا ينعم علينا بالالتزام بيها. إن شاء الله. معنا أبو حسين من قنا، السلام عليكم. أبو حسين، السلام عليكم يا أستاذ فايز. أهلا وسهلا، تفضل. أبو حسين من كده. السلام عليكم يا أستاذ فايز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أستاذ أيمن. هو سا... هو هو الظاهر الصوت عنده مش واضح، تفضل اسأل سؤالك يا أبو حسين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. من أجل استشهاد السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام سيدة نساء العالمين، أقول لها: اصبري يا سيدتي على ما ألم بكم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ألم بنا من بعدكم من أعداء الإسلام والنواصب المعاندين الكارهين. أستاذ أبو حسين الصوت مش واضح خالص، أنا بالعافية أفهم عليك، ممكن توضح صوتك شوية؟ وأهدي للسيدة فاطمة الزهراء هذه القصيدة. بارك الله فيك. باختصار، أوضح بس نعم. باختصار. إن شاء الله. هي قصيدة صغيرة يعني: جاءت في الأفق العلامات وجاءت مع الأيام البشارات. ألو؟ نعم سامعك، تفضل. تمام يا أستاذ. سامعك سامعك، تفضل. لاحظت في الأفق العلامات، لاحظت الأفق العلامات وجاءت مع الأيام البشارات، ولم يبقى إلا خصف وقصف وهبة وهوهير. وسفيان يأتي بعد ذلك إلى الشامية، وحرثة يخطف بها الأرض فإذا هي باكية، وروم تأتي بباب مسجد الملعون الدهية، فينقعر بابها وحيطانها الثمانية، وابنها السيف الأجباد يتبوى مقعده من نار الدنيا الفانية. في دمشق يأتي على عوادها قتلا للعلماء الأطفال والإثنى عشرية، وعراق الكوفة وبغداد من رمضان إلى ذي الكعبة وذي الحجة وشوال الآتية، ومدينة الرسول تأم من خلاله ثلاثة أيام في محرم الزمان الماضية، استباح فيها حرمات وقتل وصلب على الأعواد السارية، ويخرج إمام زمان صاحب الأمر في مكة والرابية، ويهدم الجمع واللون الدبر، يخسر بجيش السكان الملعون الكب في البادية، يأتي الناس للإمام من كل حد وصوب نحو مكة وبيت حرام يفك أغلاله، ومسجد النبي بعد أن كان رحم النواصب وعلماء الباغية، وصبرا آل محمد نصرا من الله وفتحا قريب لمكة ودمشق والأراضي البغية. شكرا. بارك الله بك. شكرا جزيلا. بارك الله بك. أستاذ أيمن تفضل. ورحمة الله. متشكرين ابو حسين، ماجور ان شاء الله، وربنا يصبركم في عزاكم وتحفظكم الزهراء وال محمد ببركه محمد وال محمد، والصلاه على محمد وال محمد، واجعل هذا في ميزان حسناتك في الدنيا والاخره، واجعلنا من خدامهم ومن اتباع اثارهم، لانهم لا يدعون الى دين جديد، بينما يدعون الى الاحسان واتباع القران وتطبيق الاخلاق في السلوك العملي. والنهارده بنشوف ان هو فعلا الفرقه الناجيه هي طريق محمد وال محمد، مش طريق الصحابه وال محمد، لان الطريقين اختلفوا. بالراحه وبهدوء جدا احنا بنتكلم، قلنا ان القران مدح المؤمنين، طبعا ما هو لازم ان القران يمدح المؤمنين، لان ربنا سبحانه وتعالى عادل ولطيف، لما هو بيرى ان المؤمنين اتباع اصحاب الرساله اللي بيؤمنون بالرسول بيعملوا اشياء طيبه بيمدحهم، ولما بيرى سبحانه وتعالى ان هم بيفعلوا افعال قبيحه بيذمهم، فلانهم مش معصومين، واهل البدع والضلاله متفقين معانا في ان الصحابه مش معصومين،
بس مش عارف هما بيجي مخهم بيختصر ليه ويقف. طب ما دام الصحابه مش معصومين واحنا متفقين، طب ما نكمل بقى نروح للمعصومين اللي هم اهل البيت. هنشوف النهارده ان الفرقه الناجيه هي فرقه اهل البيت، وان الدين واحد، وانا شفت في الكتب اللي موجوده في اهل البدع والضلاله هو الدين واحد، منهج محمد وال محمد، بدليل الاحاديث كلها بجيبها من عندكم عشان نوصل لهم. ما فيش اديان ولا في فرق، هي فرقه واحده حقيقيه. يا ريت تيجوا معانا وتلحقوا تركبوا سفينه الجهه زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصانا. فبنتكلم على ان طبيعي القران، لان الله سبحانه وتعالى حكيم وعادل، فيمدح الفعل الطيب من المؤمنين اتباع الرساله. فلما قال ومن يشاقق الله والرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، القران بيقول ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني في ناس حوالين رسول الله صلى الله عليه واله تتحقق بالايمان، فهؤلاء الناس احنا ملتزمين ان احنا نتبع طريقهم لان هم اتبعوا الايمان. فربنا سبحانه وتعالى بيزكيهم مره كده في القران زي ما زكى اصحاب سيدنا ابراهيم مره كده في القران، عشان خاطر الناس ديت جاهدت مع رسول الله صلى الله عليه واله وجاهدت مع الرسل كلهم بلا استثناء. لكن في طبقة من طبقات المنافقين القرآن وضحها، زي ما القرآن مدح زي ما القرآن ذم. ولو بصينا للفرقة الناجية هنلاقيها ما تذمش، لأن الفرقة الناجية لو ذمت مرة واحدة يبقى أين المدح؟ يعني حتى لذلك لما جم في قوله تعالى على هذا القرآن، لأنه عمر كان مذهبه هنا كتاب الله، نقول له القرآن قال في آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. القرآن هذا الذي أنت تقول حسبنا كتاب الله منه أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يبقى القرآن لوحده يا عمر يا ابن الخطاب أنت وأتباعك ما ينفعش، لأن فيه آيات غير محكمة متشابهة، لابد أن نرجع إلى الراسخين في العلم اللي هم يعرفوها، اللي هم علي مع القرآن والقرآن مع علي، أنا مدينة العلم وعلي بابها، عشان ما نضلش يا عمر. فأتباع عمر اسمعوني لو سمحتوا. تفضل معنا الأخت عائشة من قنا، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أول حاجة عايزاكم مش تغروني لحد ما أخلص كلامي، ماشي ولا ما أتكلمش أصلا؟ لا تفضلي تفضلي تفضلي، بس ما يكونش فيها يعني، تفضلي أخلص وأقول السلام عليكم لين ما تعرفوني خلصت كلامي، ماشي؟ تفضلي. أول حاجة أنا هتكلم مش بلغة مصر عشان يعني اللغة العربية مفهومة لدى الجميع، ماشي؟ تفضلي. ماشي. أريد أن أستفسر عن رواية قرأتها في قناة شيعية، ورواية تقول سئل الإمام الباقر عليه السلام كيف نعزي بعضنا في يوم عاشوراء، فقال عليه السلام تقول عظم الله أجورنا بمصابنا في الحسين وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي. قال هذا وافق ما تفعلونه في يوم عاشوراء من لطم وضرب لأنفسكم. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى لا لا، سؤال سؤال، ممكن سؤال يا رقية؟ أنت رقية مش كده؟ أيوة رقية، لما لقيتكم مش بتدخلوني حبيت أغير اسمي. طيب أكمل. يعني لا تكون كل مرة تدخلي يعني تفضلي تفضلي. طيب السؤال إيه؟ سؤال ممكن السؤال لا عشان انتوا بتدخلوا عشان كده حبيت اغير. لا السؤال لا السؤال انا طيب كملي بس السؤال مره ثانيه، انا ما فهمتش السؤال. اكمل. طيب تفضلي. فهل هذا يوافق ما تفعلونه في عاشوراء من نظم وضرب لانفسكم؟ قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في سوره البقره بسم الله الرحمن الرحيم الذين اصابتهم يا رقيه يا رقيه انا ما فهمتش السؤال، ارجوك السؤال. نعم السؤال ايه؟ السؤال ايه؟ الامام ايوه اتفضلي. عشان انا قلت لحضرتك لما اخلص خالص انت حضرتك تقاطعني؟ لا بس انا عشان اكتب، ماشي. انا عشان اكتب انا مش مقاطعك يا ست رقيه. لا تقولون ان اللطم كالحجامه، ماشي؟ لا تقولون ان اللطم كالحجامه، واذا قلنا ان اللطم كالحجامه فنقول ان الدكاتره الذين يجرون العمليات فهم يلطمون ايضا. وهناك قناه شيعيه تدعى بلادي قامت بسب مرجعكم الشيرازي وقامت بنقد اللطمة، وحيث قامت قناة الشعائر منذ 3 أيام من الآن تقوم بنقد ما قالته قناة بلادي. كمل. لحظة ثواني. كمل. ثواني ثواني ثواني. طيب
أنا لحد دلوقتي السؤال ما فهمت، ما فيش سؤال يعني. طيب إيه بقول لكم السؤال يعني؟ إيه عيد السؤال؟ ميلاد. السؤال يا ست رقية، أنت تقولوا عظم الله أجورنا وأجوركم لا أنا من بمصاب الثانوية. استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله، مش كده؟ صح بعدين حضرتك، أنا السؤال، مش في جامعية زيكم. اللطم زي كالحجامة، إحنا ما نقولش اللطم زي الحجامة، إحنا نقول التطبير الإدماء زي الحجامة. طيب السؤال فين؟ أنت ماشي سؤالك إيه ماشي، بالضبط؟ ممكن تقولي إيه بالضبط؟ أنا بقول لكم لو أنتوا بتقولوا إن التطبير، عفوا أنا نسيت خالص، أنتوا لو أنتوا بتقولوا إن التطبير كالحجامة، فكده هنقول إن الدكتور اللي بيجي عمليات ده بيطبر من الناس. وأول حاجة أحب أعلق تعليق كبير جدا على القناة، أنتوا كل ما بتجيبوا حد مصري بيتكلم باسم المصريين، عفوا لله، بتجيبوا ألفاظه سوقية لا تليق بالشعب المصري، وغالبا يكون يسب وطني ولا ينتمي لوطني أصلا. فأرجو صحيح. منكم، أنتم تقولون أن القناة للمصر والمصريين، ولكن لا نستطيع أن نسمع هذه القناة بسبب الألفاظ التي تصدر من بعض المتصلين، وكثيرا وغالبا من الأستاذ أيمن. أنت يعني طيب انت حضرتك ما سمعتيش تكمل. اللي شتم قبل شوية ابو علي؟ ما سمعتيش؟ هم اللي يشتموا. بقول لحضرتك، أنت بتقول إن البرنامج ده لمصر والمصريين، طيب ماشي؟ يعني كل مصري عاوز يشتم نخليه يتكلم؟ إحنا حضرتك مش بنعرف نسمع، تعرف ليه؟ علشان البرنامج ده فيه ألفاظ سطحية، طيب يعني في واحد ألفاظ شتم مش بطريقة حلوة شكل. من المتصلين ومن الأستاذ طيب أيمن. عندك حاجة تانية؟ أطلب من حضرتكم لما تجيبوا مذيعين معكم تكون ألفاظه أبقى. طيب فرصة الصورة. شكرا جزيلا يا ست رقية، شكرا جزيلا. أستاذ أيمن، السؤال الأول بتاع رقية سمعته؟ اتفضل أستاذ سامح حضرتك. هي بتقول لما سألوا الإمام الباقر عليه السلام كيف نعزي بعضنا بعضا في يوم عاشوراء، فقال الإمام الباقر عليه السلام: أي أن تقولوا عظم الله أجورنا بمصابنا في الحسين عليه السلام، وجعلنا من الطالبين بثأره مع الإمام المهدي. طيب أنتوا دلوقتي ما تعملوش زي ما يقول الإمام الباقر عليه السلام في يوم عاشوراء، أنتوا بتطبروا. هي قالت تلطموا بالغلط، واللطم لو كان كالحجامة فالدكتور دلوقتي يعمل حجامة لما يعمل عملية، يعني مش فاهم الربط فين. ممكن ردك يا أستاذ أيمن؟ احنا بنلطم زي عيشة ما لطمت على أبوها أبو بكر لما عيط، لما تروح تغلط عيشة تبقى تغلطها. عندهم عيشة والله أم المؤمنين. أحسنت يا أستاذ أيمن. لا احنا بقى، ما دي سنتنا بقى، مش هم عيشة أم المؤمنين عندهم، احنا وراهم المرة دي مش هنزعلهم. يعني هي لما لا، لطمت على أبوها احنا لطم. وهي كمان بتقول: لدمت رأسي حينما سمعت بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، أي ده ضربت عمر رأسها عمر بالحجارة. عمر ده كانت لما وعامله قاعده وعماله تعيط وتضرب وتلطم وتعمل، عمر راح ضربها بضربهم بالدره وطلعهم، لانه كانوا عاملين جلسه عزاء، جلسه عزاء على ابو بكر. فما زي ما عائشه عملت جلسه عزاء على ابو بكر الهالك، احنا بنعمل جلسه عزاء على مولانا امير المؤمنين مع عبد الله الحسين وعلى رسول الله وعلى كل الائمه موالينا. ده رقم واحد. رقم اثنين، القران لما شفنا سيدنا يعقوب سلام الله على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام ان هو بكى غايه البكاء على ابنه، رغم ان ابنه كان موجود وهو كان عارف ان هو عايش وحاسس ان هو عايش، وكان يقول لهم: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله. وصل في الحزن على ابنه الى انه وصل في الحزن على ابنه ان هو يفقد البصر وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ولما سيدنا يوسف في اخر القصه بعت له الجلابيه بتاعته، بنقولها بالمصري الجلابيه اللي هي الجلباب، يعني القميص زي ما القرآن لفظ القرآن القميص، ألقاه على وجهه فارتد بصيرة. يبقى هذا يدل على أنه كان قد عمي. ويعقوب من هو؟ يعقوب إسرائيل، ما من هو في مكانته؟ والقرآن جاء بهذه الآيات، وما ذم القرآن فعل يعقوب في بكائه، لأنه كان يبكي على الإمام الغائب. مولانا سيدنا يوسف سلام الله عليه كان إمام غائب، كان هو إمام سيدنا يعقوب، زي ما احنا المفروض نبكي ونعيط ونلطم على مولانا الحج الغائب. وهو ده اللي خلى الصديقة الكبرى فاطمة سلام الله عليها تبكي على فقد رسول الله صلى الله عليه وآله، تبكي لما أهل المدينة ضجوا منها. وده اللي خلى رسول الله صلى الله عليه وآله يبكي عند خروجه من مكة، لأنه يفقد الحرم المكي، بيت الله الآمن الذي فيه الحسنات تكون أكثر وأكثر. صحيح رسول الله مقامه أعلى
والحج معمول من أجل رسول الله، والصلاة معمولة من أجل رسول الله، والدعاء لابد أن يتوسطه رسول الله كما القرآن قال، وهجيب الأدلة. لكن أنا بدلل على إن كان في بكاء، كان الناس دي عندها دم، كانت بتعيط. لذلك منهج الصحابة هنا زي منهج الأستاذة اللي بتتكلم، إن ما عندهمش الرحمة مش موجودة، وده موجود في أحد الصحابة لما دخل على الرسول والرسول كان بيقبل أولاده، فالرجل الصحابي بيقول للرسول أنا ما أقبل أولادي، عندي 9 أولاد لا أقبلهم. فالرسول قال كده، وأنا أقول لكم كما قال الرسول، أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلوبكم؟ هو قال للرسول هكذا، أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ فإذا كان مفيش قل رحمة عندكم في قلوبكم، هنعمل لكم إحنا إيه؟ مدام الرحمة مش موجودة عندكم هنعمل إحنا إيه؟ أنتم لا تحزنون عندما تقرؤون التاريخ عند رسول الله صلى الله عليه وآله، فعل فيه كذا وكذا، وأوقعوه من على الجمل وشجت رباعيته، وكان جعان ويربط على رأسه على بطنه الحجر والحجرين، ما تبكوش، مفيش انسجام بينكم وبين رسول الله، ولا هي قصص وحكايات صلى الله عليه وآله نسمعها وخلاص. نحن بشر، نحن بشر يا مصريين، احنا بني ادمين، احنا بني ادمين. حتى اذكر الشيخ الغزالي كان بيتكلم في مساله الرحمه، عشان انا احب ارجع الفضل لاهله، وما جابش حاجه من عنده ولا حاجه، قال الرحمه هي ضعف يعتور القرب ويحزن وينكسر من رؤيه الالم. يا سيادنا ما عادش، ما احنا خلاص، احنا خلاص الرحمه فقدت من قلوبنا. الرحمه لما تشوفي حضرتك واحد جعان في الشارع، او 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 مريض، او ايده مقطوعه او رجله مقطوعه ومش قادره تعملي معاه حاجه، وانت مش نفسك تعملي حاجة، أو لا اللي يقدروا يعملوا مش عاوزين يعملوا، مطنشين زي ما احنا بنقول، ودن من طين ودن من عجين. أبسط شيء بتعمليه ان تنزلي دمعة مشاركة منك لهذا المسكين، وهذا المسكين لا يأتي جنب رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا إما الأطهار والصحابة الأفاضل ممن تبعوا رسول الله صلى الله عليه وآله مؤمنين حقا، أن نبكي عليهم. ده شيء طبيعي جدا ان احنا بني أدمين. لكن المناهج الوهابي اللي جاي من الصحراء الجافة، من عند عبد الوهاب الجاف اللي احتلوا المملكة المحمدية وسموها باسمهم، نقلوا هذا الفكر الخشن الغليظ وتمكن من قلوب المصريين، للأسف للأسف للأسف. فده فعل إنسان يعني، وأرجو أن أكون رددت على حضرتك. طيب، هي قالت بأنه قناة بلادي قامت بانتقاد المرجع الشيرازي وانتقدت الشعائر. طيب هو نعم. فضل. فهو هي كانت تسأل تقول طيب ده ينتقدوكوا عشان التصرفات بتاعتكم، مثلا تطبير واللطم على الإمام الحسين عليه السلام. طيب ده ما هو ده أقرب يا أستاذة رقية أو عائشة، أو كيفما شئت سمي نفسك كيفما شئت، فربما يكون الكذب عندك في دينك حلال، أما في عندنا حرام. يبقى أنت بتستخدم التقية هو عشان تخش على القناة. المهم حضرتك، إحنا في الروايات اللي جاية عندنا من أهل البيت إن العلماء الشيعة يصل بهم الحد إلى أن يدفلوا بعضهم في وجه بعض. الروايات عندنا من مقدمات ظهور مولانا الحجة، يعني حاجات هتحصل قبل ما مولانا الحجة يظهر، أن يجد الاختلاف الأئمة ظاهر وواضح، ودي موجودة يعني. ده رقم واحد. رقم اتنين، ده يؤكد لك أن احنا ما عندناش آلهة ولا عندنا أئمة ولا حد فوق النقد، زي ما عندكم أنتم حد يجي يتكلم عن أبو بكر ولا عمر ولا الشافعي ولا بتاع بتسجنوه. حتى في واحد اسمه إسلام بحيري سجنوه عشان بيتكلم على ابن تيمية ولا مش عارف بيتكلم على مين. رقم ثلاثة، ان معروف طبعا ان اهل البيت هم زي ما رسول الله صلى الله عليه واله تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، بهما الاثنين مع بعض كتاب الله وعترتي. فطبعا الايدي الخفيه اللي عماله تلعب، اللي هو حزب البعث والوهابيين وكفار قريش اللي موجودين ما زالوا، مبني اميه وكفار اوروبا وامريكا والنصارى والمحاربين وبلد المغتصبه لفلسطين، كل دول متجمعين جمله وتفصيلا يحاجوا هذا الدين، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، ولن يستطيعوا يا رب، فإننا نتبع محمدا وآل محمد ونرفع أيدينا إليك أن جعلنا نتمسك بديننا. إيه مشكلة التطهير؟ مشكلة التطهير أصلا هي مواساة زي الست الأوروبية لما بتتواسي المحتجزين في السجون وتقول دول محتجزين ممنوع عندهم الطعام والشراب، بتعمل إضراب عن الطعام والشراب، مواساة مع الناس. فإحنا بنواسي مولانا أبي عبد الله الحسين مش بالتطهير بس، بكل ما نستطيع أن نفعله، ونمشي حافيين، ولو قدرنا حد يقعدنا على
جمل ناشف، زي ما عثمان قعد سيدنا مولانا أبي ذر رضوان الله عليه على جمل ناشف وجابه ونفاف الربذة ومشاه على رجليه، وزي الصديقة وزي بنت الصديقة السيدة زينب عقيلة بن هاشم بن زينب بنت علي بن أبي طالب التي أخرجوها وأخرجوا حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وحريمه أولاد فاطمة وعلي جدهما رسول الله، أخرجوهما إلى الشام هناك عند لعاب القردة هناك، فلو استطعنا أن نمشي مثلهم لفعلنا. وهذا له نص في القرآن في مسألة المشي، قال الله تبارك وتعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها سير سيروا فيها، سيروا نص اللفظ سيروا، فالقرآن حثنا إلى أن نسير إلى القرى التي بارك الله فيها، ومن هذه القرى بيت المقدس كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه في سورة المائدة: وادخلوا الأرض المقدسة. وهذه القرى مولانا أبي عبد الله الحسين، لأن هو من سيد شباب أهل الجنة فمكانه مقدس لأنه في الجنة وقبره أكيد روضة من رياض الجنة وأكيد الملائكة حواليه، فإحنا مأمورين أن نسير إلى هذه القرية المقدسة بنص القرآن. عندنا اتصال من الأخ خالد من الجيزة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا سيد؟ الحمد لله. حضرتك السيد، أنا كنت عملت مشاركة من أكتر من 10 أيام، كنت طلبت من الأستاذ أيمن سؤال وقال لي أحضره لك وأجيبه لك، وما أظن أنه ما وفاش بوعده. إيه هو السؤال كان؟ حضرتك قلت له أنا قريت في كل كتبكم ولقيت أكثر من فتوى تكفر من ينكر الإمامة، وما لقيتش فتوى بتنكر من قال بتكفر من قال بتحريف القرآن. فحضرتك عايز أعرف إزاي يبقى عندك في كتبك فتوى بتحصن السكن الأصغر ألا وهو العترة وسايبة، وما يكونش عندك فتوى بتكفر اللي بيقول بتعريف القرآن اللي هو السكن الأكبر. بس هو الأستاذ أيمن أجاب عليك في لا هو أجاب عليك يعني لا أجاب عليك هو أستاذ فايز. خليه معايا ما خلوش يفهم. ما جاوبش عليا يا فندم، أنا بس أكمل أسئلتي لو سمحت. لا يا استاذ، خليه يوقف ما يخلصوا النقطه دي. لا انت ما كمل النقطه دي، هو معايا. طيب انت دلوقتي خلي جاوب عليك وبعدين نتكلم ان شاء الله. طيب اتفضل يا استاذ. انا قلت قبل كده لحضرتك بدل مره اكتر من مره، كتاب فضيله الشيخ جواد مغنيه في كتاب الشيعه والتشيع في فرع مصحف فاطمه، وهذا الكلام موجود، ويا ريت الاستاذ المخرج يخرجه له ويحطه له لوحده على لوحده على انا عامله كمان يا استاذ فايز، انا مقطعه، ان جواد مغنيه في كتاب الشيعه والتشيع في كتاب مصحف فاطمه يقول: اجمعت الائمه على انه من ينكر حرفا واحدا من القران فهو كافر. ويومها قعدت افصل المسائل وجبت الادله بطولها وعرضها وجبت من حرف من القران، واحنا قلنا هذه المسألة طبعًا. تماماً فمش عارف أقول أكتر من كده إيه. طيب يعني كده فهمت، من قال بتحريف القرآن فهو كافر. أيوه مظبوط صح تمام. هات بقى علماء الشيعة اللي قالوا بتحريف القرآن، هات علماء الشيعة. أنا سمع اتفضل قول هات. حاضر. طيب أكمل بس حضرتك الأول أسئلتي تمام. حضرتك بتقول دلوقتي ان اهل ان النبي لا 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 استاذ خالد لا استاذ خالد سالك سؤال استاذ ايمن، جاوب على الاستاذ ايمن تمام. هو سالك سؤال، جاوب على سؤاله اللي هو ايه استاذ ايمن. ممكن تكرر السؤال بتاعك استاذ ايمن؟ كتبك يا فندم فيها كل يا استاذ خالد ثواني يا استاذ خالد ثواني. أستاذ أيمن ممكن لو سمحت تكرر سؤالك؟ ما هو بيقول له هو الأول، هل هو أيقن الآن إحنا عندنا فتوى تقول بعلماء الإمامية أن كل من قال بتحريف القرآن كافر، هل هو يقبل هذا الكلام مننا أم لا يقبله؟ إحنا أثبتناه عليه ولا ما أثبتناهوش كده؟ سمعت السؤال ولا طيب. سمعت طيب السؤال يا فندم. جاوب على السؤال أرجوك. ايه هو يا فندم؟ قوله تاني. استغفر الله. استاذ ايمن، هل سنع بان عندنا في كتبنا ان نقول بتكفير كل علماء الاماميه يقولون بتكفير، وهذا معلوم عندنا بتكفير من قال بنقص حرف واحد من القران او زياده كما ذكره الشيخ جواد مغنيه في كتابه الشيعه والتشيع تحت تشابتر تحت فصل مصحف فاطمه، هل اقتنعت بهذا الكلام ام لم تقبل؟ لا
لا يا فندم، انا كل اللي اقتنعت بيه ان حضرتك دلوقتي ما بتقول ان عندكم فتوى بتحصن القران، انت كده بتقول استاذ استاذ ان عندكم يا خالد لا ما ينفعش كده. هو سالك سؤال واحد الاجابه عليه بنعم او لا. هو قال لك اقتنعت، قول له ما اقتنعتش. ايوه اقتنعت. ما اقتنعتش، كويس استاذ ايمن. الراجل ما مقتنعش. اتفضل يا استاذ ايمن. طيب ممكن اسالك سؤال؟ لا ثواني، ما ينفعش. لا هو لازم يقنعك في البدايه. استاذ ايمن ممكن تتكلم؟ اتفضل. ايوه يا استاذنا حضرتك، بقول لك انا جبت لك الفتوى عندنا موجوده من علماء التشيع بلا اجمال قالوا هذه المساله واتكلمنا عليهم، وانا هقول لك بالتفصيل بعد ما تخلص. بص حضرتك بقى، طيب يا استاذ خالد خليك تكمل يعني كلامه. يا استاذ خالد احنا نخليك تكمل كلامك زي ما انت عاوز. خليك كمل كلامه ارجوك، ما ينفعش كده. اتفضل يا استاذ ايمن. اتفضل. بص يا معاليك، انت حضرتك المتصل لو سمحت تكلم بصوت واطي، اسئلتك ورا بعضها واقفل وانا تحت امرك. اتفضل قول السؤال رقم واحد. طيب اتفضل. طيب تمام، حضرتك كده قلت ان بتجمع ان من انكر او قال بتحريف القران فهو كافر، تمام؟ طيب حضرتك عندك محمد بن الحسن الصفار اللي عقد باب في كتابه الشهير بصائر الدرجات العنوان باب في الائمه ان عندهم جميع القران الذي انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين ساق اخبار تحت هذا الباب صريحه وقوع التحريف في القران الكريم، حيث روى ابو جعفر انه قال ما يستطيع احد ان يدعي انه جمع القران غير الاوصياء اي الائمه، تمام؟ وروى ايضا بسند عن سالم بن ابي سلمه قال قرا رجل على ابي عبد الله عليه السلام وانا اسمع حروفا من القران. طيب حافظين السؤال الثاني. قال ابو عبد غيره يا 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 خالد اللي بعده السؤال. لا هو بص أنا لا انت مش فاهم الاحاديث. هو هيفهمك الاحاديث. هو الراجل عنده السؤال اللي بعده. طيب حضرتك بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ضربت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، وعلى حد زعمكم كتاب الله وعترتي. طيب اولا القران بين ايدينا. خليه يقف. ثواني استاذ خالد ثواني. ايوه قول له مش حد يزعمكم. قول له صحيح مسلم الحديث ده. قول له الحديث صحيح مسلم. صحيح مسلم. صحيح يعني يا فندم الحديث في صحيح مسلم الضعف وموجود في حديث مسلم وفي في الرواه ضعيف وفي ذكر في الكتاب. الحديث في صحيح مسلم تركت فيكم ما تمسكتم به، ما فيش كلمه بهما. به يعني المفرد مش جمع. به ماشي يا فندم. به اسمها الشأن. ماشي يا استاذ ايمن. اسمعنا يا استاذ ايمن. اولا حضرتك القران بين ايدينا، فاين العتره التي لن تفترق عن القران؟ عن القران اين العتره؟ الا اذا حضرتك كنت بتقر ان في قران مع الرجل الغائب بتاعكم دوت، مع قران غير الموجود. ما تغلطش في مولانا الحجه، ما تقولش مع الراجل الغائب ده. احترم نفسك. ما تغلطش في الحجه. هو حجه عليك. احترم نفسك. ما تغلطش في الحجه. اسمع يا بني ادم، انت فاتح لك القناه. اسمع الكلام. بقول لك استنى. ما تغلطش في مولانا الامام الحجة. يا حبيبي، ما تغلطش في مولانا الامام الحجة. انت مش مولانا. لا بس تأدب لما تتكلم عن الامام المهدي. يا عم تأدب يا استاذ خالد. تأدب. اتفضل. كمل سؤالك الثاني. كمل سؤالك. طيب اتفضل. ماشي. في لا مفاجاه كمان. حضرتك عندك باب في كتاب الكافي بيقول ان ممنوع او معنى صح من المعصوم راح احتكم ان المفروض اصلا المؤمن لا يحتكم لحاكم جور، ما يروحش يحتكم لحاكم جور. كيف ذهب علي بن ابي طالب وعمه العباس الى عمر الحاكم الجور على حد زعمكم؟ هل ده مش تناقض؟ يعني ده المعصوم وقع في الغلط اللي بيحذر منه؟ طيب ايه ده يعني؟ يلا طيب. خليه يخلص اسئلته ورا بعضها يا استاذ فايز. يا استاذ ايمن، وطلبت من حضرتك قلت لك هات لي اراء سيدنا سلمان الفارسي وسيدنا ابو المقداد، وعايز راي ابو ذر في خلافه ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. لعنه الله على ابو بكر وعمر. كفايه كده. اقطع عليه. طيب. اقطع لعنه الله على ابو بكر وعمر. اللهم لعن ابو بكر وعمر. ايه ده؟ موجود؟ ما تترضاش، ما تقولش رضي الله عن ابو بكر وعمر، اوكي؟ لا انت ما تكبرنيش بكلام. لا طيب انا اجبرك. انا لا احنا عندنا لا بص لا اقطع عليه خلاص. اللهم لعن ابو بكر وعمر. القناه دي شيعيه رافضيه، افهموا يا اخواننا. فابو بكر وعمر دول قتلوا رسول الله صلى الله عليه واله. ابو بكر وعمر قتلوا الزهراء
أبو بكر وعمر سبب الظلم والمشاكل كلها لحد دلوقتي. فتتردوا على الأشكال دول ديت في القناة ديت؟ لا، ممنوع ممنوع. تفضل يا أستاذ أيمن. هو الأستاذ المتصل كان اسمه أستاذ فايز خالد. بص يا أستاذ خالد، أنت بتحرجني وتخليني أتكلم على الكتاب المقدس القرآن الكريم، وأنا مش عاوز أتكلم على هذه المسألة، لأن عيب نفضح نفسنا قدام بعض كده عشان نفتح لنفسنا المسائل وشكلها وحش. عندنا القرآن قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذه آية محكمة، لكنكم أنتم لأن كنتم واخدين الدين لعب وكورة وبتتلاعبوا بيه، فعشان كده مش عاوزين تسكتوا. وأنا سألجمكم الحجة النهاردة، وللأسف اسمحوا لي إن نفتح في موضوع تحريف القرآن. أولا الشيخ محمد جواد، ما أنت بتسأل الأسئلة وما بتسمعش الإجابات، وهي دي مشكلتك يا أستاذ يا فاضل. الأستاذ محمد جواد مغنية في كتاب الشيعة وتشيع في كتاب تحت حقيقة مصحف فاطمة، يقول: ونحن لا نتردد ولا نتوقف في تكفير من أنكر كلمة واحدة من القرآن. اللي يمكن كلمة واحدة احنا بنكفره، وإن جحود البعض تماما كجحود الكل، لأنه طعن صريح فيما ثبت عن النبي بضرورة الدين صلى الله عليه وآله واتفاق المسلمين. أما الزيادة في القرآن فقال ما حدش قال بزيادة في القرآن غير فرقة صغيرة شاذة من فرق الخوارج أنقذت سورة يوسف في القرآن، لأنها قصة غرام يتنزه عن قولها كلام الله، ونسب إلى بعض المعتزلة إنكارهم لوجود سورة أبي لهب، لأن ده سب وطعن لا يتمشى مع منطق الحكمة والتسامح في القرآن. يبقى يا رب يكون المسائل كده وضحت يا أستاذ خالد، عشان ما تقعدش تقول لنا عندكم الإيه الدليل. جبت لك الدليل وأنا جبته قبل كده وجبت المرة دي، منتظر منك المرة الجاية تسألني على الدليل. ده رقم واحد. رقم اثنين، هو كان بيسوق بعض الأئمة من عندنا يا أستاذ فايز بيقولوا بتحريف القرآن، أليس هكذا؟ طيب نعم، هو جاب حديث بيقول عن الصفار وابو بصير درجات، هم يقولوا بانه من جمع القران وحديث في زي كده، يعني بتقول هو اوهم الناس بانه بتقول بتحريف القران. نقول له ان عائشه وابو عمر بن الخطاب قالوا هم بتحريف القران، مش احنا اللي قلنا بتحريف القران. وانا كنت بينه مش عاوز اتكلم على مساله القران بالذات، انا عندي بدل المعلومه 6000 مليون معلومه في مساله تحريف القران، لكن انتم حتى المقدسات الثابته مش عاوزين تتقبلوها. انتم محرفين القران يلي بتنكروا بسم الله الرحمن الرحيم في السوره يا صلاتكم ما تصلوش ما تصلوش، روح اذنوا احسن لكم. اللي بيقرا في القران ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، مين اللي بيحرف في عدم قراءته لبسم الله الرحمن الرحيم؟ يا محرفين للقران في الصلاه على الاقل، اللي بتقراوا جزء من السوره والرسول الله صلى الله عليه واله لم يقبل ان السوره تقرا جزء منها تقول بسم الله الرحمن الرحيم، بعد ما تقول الحمد لله رب العالمين من غير بسم الله الرحمن الرحيم وتقرا الفاتحه تقوم تقول ايه؟ امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله، بتجيب ايه من سوره، وده ممنوع وباطل مش موجود عندنا في المنهج القران. مين اللي بيحرف؟ مين بياكل بسم الله الرحمن الرحيم، احنا ولا انتم؟ مين بيقرا نص ايه من القران في الصلاه ورسول الله لم ياتي حديث لا صحيح ولا ضعيف عنده انه يصح الصلاه بقراءه جزء من القران؟ احنا اللي محافظين على جناب القران ومكانته المقدسه، حتى احنا بنيجي نقرا في الصلاه ما ينفعش نقرا سوره الضحى غير ما ندخل فيها لم نشرح مع وجود البسمله بينهما، لان القولان متعلقان ببعضهما. وكذلك تبت يد ابي لهب وتب، لما بنقرا لإلاف قريش انا اسف برضو بنشركها بعد ذلك، بعد كده بنقول بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش، لان المعاني متصله. احنا حفظنا من القران وحفظنا على القران، وامير المؤمنين سلام الله عليه الروايه المشهوره اللي ربنا حفظ القران بها روايه حفص عن عاصم من طريق علي بن ابي طالب من عند عبد الرحمن اللي راوي عنه الحديث، هو اللي حفظ القران، ربنا حفظ القران بعليه الذي لم يخرج الا بان يكتب القران. اما من قال عندنا من علماء الاماميه بتحريف القران فقوله مردود عليه، فليس عندنا معصومين، هذه واحده. الثانيه، انا قلت المعاليك كتير جدا يا فندم، اذا كان احاديث رسول الله ابو بكر وعمر منعوها، والسلطه الحاكمه كلها سلطه وهابيه، سلطه قمع وسلطه ضغط وسلطه دره وسلطه عصايه وسلطه سيف بتاع خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب ومعاويه بتاع البلحه والجزره اللي كان بيدي الناس فلوس، فالناس ديت اخذت كتبنا احنا كتب علماء الشيعه حطت فيها حاجات عشان تلبسنا القرطاس وتقولها عندكم اهوت زي ما عندنا اهوت، وده زي ده وده زي ده. فعلماء التحقيق بيحققوا ويشوفوا المسائل يجدوا ان هذا قول غير مقبول، لان الكتب دس فيها ما دس. ولا انتوا عند نهج البلاغه حلو قوي تقولوا ان لما نقول لكم نهج البلاغه بتاع امير المؤمنين الروايه مش صحيحه والسند لما يصلش لامير المؤمنين والرضي او الشريف المرتضي او الشريف الرضي اللي راوي الكتاب عن مولانا امير المؤمنين مش هو السند له، وتقعدوا تقولوا الكلام ده. لكن لما يجي حته موجوده جوه كتاب من الكتب عند
عندنا تقول هذه المسائل، كل علمائنا قالوا بأن القرآن غير محرف، ولكن هم قالوا أن القرآن ترتيبه ليس هو هذا الترتيب، وأنا أقول مثلهم، لأن نزول القرآن لم يكن هكذا. القرآن نزل سور مكية وبعدين نزل سور مدنية، فإحنا بنقول بترتيب القرآن، هذه واحدة. هذا المصحف الذي في يديك ليس هو الذي كان على عهد رسول الله بالترتيب في النزول، لكن ترتيب النزول شيء آخر. أما المصحف في نقطة أخرى، أن تفسير بعض الكلمات وبعض الأسماء وبعض المعاني في المصحف الشريف اللي كان مع مولانا أمير المؤمنين واللي مع مولانا الحجة سلام الله عليه وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام، موجود في تفسير بعض الآيات اللي هي موجودة للقرآن، زي ما عائشة عندكم عاملة في صحيح البخاري بتقول في القرآن حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين. ما حدش قال انها حرفت، يعني ما حطت هي صلاه العصر في القران وقالت عليها، وطبعا صلاه العصر مش هي الصلاه الوسطى. المهم لما نرجع لاول من قال بتحريف القران هي عائشه وعمر، فاذا كان بعض علمائنا فتبع وراها وصلها المنهج البطل اللي عندكم، ما هو ده تيجي المنهج البطل اللي عندكم محطوط في كتبنا تحاسبنا عليه. عائشه قالت بتحريف القران لانه كان القران في داجن في ورقه فدخلت الداجن اجرت القران، وعمر قال كان مما يقرا في عهد رسول الله ومات رسول الله وهن يقرا، وقرنا في عهد ابي بكر الشيخ والشيخه اذا زنيا فجدوهم بته نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا الحديث في صحيح مسلم، ومن الحديث الصحيح في صحيح مسلم. وكذلك قال ان سوره الاحزاب كانت اكبر من هذا مرتين او ثلاثه، موجود منها الثلث فقط. هذا قول عمر على القران. أول من قال بتحريف القرآن عائشة وعمر، فمن اتبعهما عندنا ممن ندر واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، وبعض الروايات الضعيفة اللي موجودة، ما احنا عندنا باب كامل وعندنا جزء كامل في علامة المجلسي على تحريف القرآن. احنا بنجيب احنا الأحاديث الضعيفة عشان الطلاب العلم لما يدرسهم ويسألون يقولوا من هذه الرواية ضعيفة جاية من طريق من أهل العمل، لو انتوا العامة، انتوا اللي تركتوا العترة وسيبتوهم رحتوا للكتاب لوحديكم، عشان كده ضليتم وأضليتم. كل من يقول من علماء الإمامية بأن القرآن محرف هذا لا نقبله منه مطلقا. السؤال الثاني بتاعه يقول باب في كتاب الكافي يمنع من ذهاب إلى الجائر من أجل الحكم عنده، فيسأل إزاي الإمام علي والعباس راحوا إلى حاكم الجور، ويقصد أبو بكر. لما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، إذا لم يكن علي بن أبي طالب سلام الله عليه هو هذا الذي نزلت فيه هذه الآيات، من غيره يستطيع أن يقف أمام الحاكم الظالم ليقيم شرع الله؟ وعندما عمل يوسف سلام الله عليه عند الحاكم فرعون الظالم الطاغية الكافر فرعون مصر، لما يوسف اشتغل عنده عمر كان مسلم بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله متحصن بها في الظاهر، أما فرعون مصر كان كافر، ومع ذلك سيدنا يوسف سلام الله عليه اشتغل عندها. وانتوا عندكم في المنهج الأصولي بتاع أهل البدع والضلالة شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأتي مخالف له، عمل يوسف عنده هو عمل، لو حد من الصحابة عمل عنده زي ما انت بتجيب أو غيرك جاب سلمان الفارسي سلمان المحمدي سلام الله عليه وأبو ذر، بس ما تخدش أبو ذر اشتغل سلمان المحمدي وغيره من أئمة من الموالين لمولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه، دول كانوا خايفين كانوا متقين من عمر من الدرة بتاعته والضرب بتاعه فاشتغلوا عنده غصب عنه مرعوبين. أما أمير المؤمنين سلام الله عليه لما راح عند علي عند عمر راح قال له إيه؟ عمر بيقول له ألست يا علي ترى أن أبا بكر غادرا خائنا آثما فاسقا؟ طبعا المسلم طبعا كان أكيد سيدنا أمير المؤمنين قال له أيوة، لأن أصلا ده اسمه إثبات حديث هذه اللفظ في اللغة العربية استفهام من عمر، والتقرير جاء من أمير المؤمنين علي ما أنكرش. وقال له عمر ألست ترى، وعمر بيقول له كده مش أنت عارف ألست ترى أنني غادرا آثما فاجرا فاسقا؟ فأمير المؤمنين قال له أيوة أنا عارف أن أنتوا آثمين وفاجرين وفسقة وكفر، أنا عارف أصلا أنتوا كده. فإذا خرج أمير المؤمنين إلى علي بن أبي طالب حتى يقيم عليه الحجة، أما لو يروح يقيم عليه الحجة إزاي؟ يعني هيروح يقيم عليه الحجة إزاي؟ وبعدين هي السيدة الصديقة فاطمة من قبل ذلك لما راحت خدت فدك ما تغلطها بالمرة، قول راحت ليه عند واحد مغتصب الخلافة، واحد مغتصب الحكم، وانت عاوز تاخد حقك منه بالحسنى والمعروف، نعمل ايه؟ ولما راح سيدنا موسى عليه سلام الله عليه وعلى نبينا وعليه الصلاة والسلام لفرعون فقال له بس قال له هات بني اسرائيل ولا تعذبهم، سيبهم بس معايا هاتهم لي وانا امشي، ده كان اصل الرسالة ان هو ياخد بني اسرائيل ويمشي، راح ليه بيستأذن من فرعون وبيقول له هات بني اسرائيل معايا؟ انت تحول البشر مع بعضها، ده فعل ده التعامل مع الواقع وليس تقنين الواقع، في فرق بين اتعامل مع الواقع
وفي فرق بين تقنين الواقع. الحكومة في البلد حكومة ظلمة طاغية وبتحكم بشرع غير شرع الله، والرشوة فيها مش ماشية. أنت لما تشتغل في هذه الحكومة أنت تشتغل بذمة وضمير وأمانة بدون أخذ الرشوة ولا تمشي مع الهيصة؟ هو ده الفرق في المسألة. لازم يكون معاك فتوى من إمام أو فتوى من مرجع تقليد بالاسم في العمل عند الظالمين، دي منهج عندنا. أما خروج علي بن أبي طالب ليقيم الحجة على عمر ويغلطه ويقول له أيوه أنت فاجر وأنت فاسق وأنت آثم وأنت كافر، ولما وقف قدامه عثمان، لما عثمان كان بيعمل لما بينهى عن جمع العمرة والحج مع بعض، التمتع في العمرة والحج، علي بن أبي طالب ما كان واقف معاه، وكان واقف معاه وقال له ولما كان يجي واحد من بره بره المسلمين من اليهود اللي كانوا بيحاربوا الاسلام ويسالهم اسئله ومحدش يعرف يجاوبها غير امير المؤمنين سلام الله عليه، ما كانش يخرج يعني ويجاوب ولا ويسيب الحاكم الطاغوت اللي موجود عشان الاسلام يقع؟ علي بن ابي طالب كان يعرف اين يقف ومتى يقف ومتى يتكلم ومتى يسكت، ففعله هو الحق، لان رسول الله صلى الله عليه واله هو الذي زكاه، لانه وقال علي مع القران والقران ما علي. وهي دي الطريقة اللي انت مش فاهمها، ان علي بن ابي طالب لما حكموا الأئمة سلام الله عليهم، لما حكموا بالقرآن في التطبيق الفعلي، يعني هم قرآن يمشوا على الأرض. أستاذ أيمن، السؤال الثالث بتاعه هو رأي، أو السؤال الرابع، رأي أبو ذر والمقداد وسلمان في أبو بكر وخلافته. لعنينهم طبعا، متبرئين منهم تماما، ومنهم ناس كتيرة جدا موجودة، وخالد بن سعيد بن العاص متبرئ منهم تماما، وده من بني أمية، في ناس كتيرة جدا رفضوا خلافة. ومين أصلا وافق على خلافة أبو بكر أصلا اللي اغتصبوا الولاية؟ مش هو راح سقيفة بني ساعدة وكان هناك في ثلاثة، أبو بكر وعمر وأبو عبيدة من المهاجرين، أبو بكر رشح نفسه ومعاه عمر وعبيدة، يبقى دي اتنين من المهاجرين. كان معاه بقى كم واحد فاضل؟ 37 واحد ولا 35 واحد، منهم سعد بن عباده رفض يرشحه، وبعد وعمر كان هيقتله وداس عليه وكان مريض، وفي الاخر ساب لهم البلد وخرج فقتلوه بره هناك في الشام. هو سيد بن حضير هو اللي باع الدين وباع الاخره بدنيته وقبض الفلوس وقال لك نلحق نبايع عمر، لان لو ما كانش لو ما بايعناش ابو بكر هيبايعهم سعد بن معاذ، وكان بينهم من بعض انت عارف الاوس والخزرج كان بينهم من بعض مسائل قبل كده اهوت، فده اللي حصل فرفضوا. وبعدين في البني هاشم، مين بايعهم ابو بكر راح يرشي سيدنا يرشي العباس عشان يقبل بخلافة عمر، وفين الزبير وفين المقداد وفين عمار وفين الطائفة اللي خرجت على 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 الحاكم خارج المدينة وسميتوها مرتدين، وكان جلهم كانوا رافضين الخلافة والإمامة من أبو بكر، منهم سيدنا ومولانا تاج رأسنا مالك بن نوير الذي قتله خالد بن الوليد لعنة الله عليه وعلى من أرسله واغتصب زوجته في المعركة، وده أحراسه وعمل فيها ما شرب فيها مش عارف إيه ولا عمل فيها إيه. من قبل خلافة من فين الشو فين من عين الخليفة؟ خليفة من استخلفه كي يكون خليفة؟ رسول الله استخلفه كي يكون خليفة؟ ده عمر نفسه قال إنما كانت بيعت أبو بكر خلته، عمر نفسه كان بيقول إنما كانت وقى الله شرها ومن عدل مثلها فاقتلوه، لأنه هو ده دينكم، ده دين استثناءات، ميمشي اللي على مزاجكم واللي مش على مزاجكم يمشوه. يعني عمر لما عمل المسألة دي كانت حلوة، لما انتخب أبو بكر وعدت وكانت فلتة وعدت، لما حد يجي يعمل زي عمر في السنة اقتلوه. إيه مش عاوزين تفوقوا شوية وتعرفوا شوية المسائل وتصحصحوا شوية في الموضوع ديت؟ اتفضل. أستاذ أيمن، رقية كان عندها إشكال، تقول كل ما تجيبوا واحد مصري يتلفظ بألفاظ سوقية وهو ما ينتميش لا مصر لا للمصر ولا للمصريين، جوابك إيه؟ ايوه يا اختي الفاضله، ما هو انت حضرتك فرق يا فندم، معذرتنا يا استاذه، انت حضرتك فاهم الفرق غلط بين السب واللعن وبين الشتيمه، بين اللعن وبين السب. انا احنا ما بنسبش وانا ما بسبش، لكني اتبرأ. اللعن يعني اللعن ان ادعو الله عندما اقول اللهم لعن الظالمين كما قال القران الا لعنات الله على الظالمين، يعني اقول اللهم ابعد هؤلاء الظالمين من رحمتك، لان انا بستشهد بالقران. وهي دي المشكلة يا أستاذة عند حضرتك وعند غيرك، إن أنتم بتذهبوا للقرآن وللأحاديث بخلفياتكم الثقافية اللي هو الكالتشرال باك جراوند بتاعتكم، وبتلبسوا القرآن اللي فهمكم أنتم. لا يا فندم، روحي للقرآن المتجردة واعملي بحث النهاردة عن قضية اللعن في القرآن، وشوفي القرآن لعن قد إيه وجاب لفظ اللعن كم مرة، والقرآن لعن الفاسقين والظالمين والفاسدين والكفرة والمنافقين والمسلمين. مش عاوز أجيب لك الآيات، ما القرآن كله. لذلك أنا بقول، أنا بعد ما ربنا أنعم علي بمولاة آل بيت، ديني هو اللعن، أي التبرؤ من الطغاة، لما ربنا قال من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هو ده اللعن، انني اتبرأ من الظالم، والا لو رضيت بما فعل الظالم حشرت معه في نفس صفه. هو ده اللي يحصل، اللي بيترضى عن عائشه
ومعاوية يحشر في صفه يوم القيامة ويقتل بهم في النار بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه رضي فعلهم فشاركهم في الإثم. لذلك هو ده منهجنا، منهج القرآن، لما قال لليهود فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وربنا كان نزل الآية على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله، يقول لليهود اللي في المدينة المنورة، بيقول لهم كده، فلما تقتلون، حتى ما لهمش فلما قتلتم، فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. يعني لأنهم رضوا بفعل هذا الفعل، فعل قتل الأنبياء من آبائهم، فالله سبحانه وتعالى قد رأى وقد قرر وقد حكم أنهم يشاركونهم في الإثم، في الإثم، لأنه راضي. لأنك أنت حضرتك لو قعدت دلوقتي وشفت أتباع عمر الداعشيين اللي في سينا اللي بيقتلوا النصارى وتقبلي، يبقى أنت شاركتهم في الإثم كأنك عملت زيهم تماما. ولما تشوفيهم يقتلهم رجال الأمن ورجال الشرطة ويدبحوهم دون جريرة أقدام عليها، يبقى أنت شاركتيهم في الإثم تماما، وتيجي يوم القيامة تطالبين بالدم، يقول لك أنت دبحتيهم معاهم. يا رب انا ما دبحتش، ما انت كنت راضيه. فذلك انا لاني ادلل اني مش راضي، فلازم العن، يعني اتبرأ من موالاه هؤلاء. لان القران قال ان الذين يكتمون ما انزلنا من البيانات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الذي يكتم العلم يلعن، الذي يكتم العلم يلعن. ممكن يكون كاتم العلم ده ممكن يكون شيخ أزهر، ممكن يكون مرجع تقليد، ممكن يكون فقيه في أي حتة. القرآن ما قالش ده مسلم ولا كافر. وبعدين ربنا قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. لعنة قاتل المؤمن المتعمد ملعون، ملعون. وممكن يقتل الذي يقتل المؤمن المتعمد ممكن يكون مسلم، ممكن يكون مسلم. أنا أعمل إيه مع القرآن؟ حاجة من اتنين، يا إما أقبله يا إما أرفضه. إحنا أتباع محمد وآل محمد اتفقنا وقبلنا القرآن، أما أنتم رفضتموه جايين بالقرآن مش عاوزين تقبلهم أن القرآن يتبرأ من هؤلاء. إحنا مش بنشتم نحن. وبعدين أنا قلت لكم قبل كده، قلت كلام الإمام الرازي أو فخر الرازي بتاع التفسير، قال كلام جميل جدا، له جملة جميلة حاول أجيبها بسرعة لأن لفظ جميل، هؤلاء من ذين على ملائيها. كان بيقول اللعن قول، لعن القبيح قول قبيح، لعن القبيح قول القبيح. يعني لما نيجي نلعن حد وهو راجل قبيح، يبقى هذا اللعن لفظ طيب. يعني يا أختي لو لعننا إنسان مؤمن يبقى احنا غلطانين، لكن لو لعننا إنسان منافق وكافر يبقى احنا صح، وده قول طيب. يبقى القضية نشوف احنا بنلعن مين، هي دي الفكرة. فضل أستاذ فاز. معنا اتصال من الأخ وليد من مصر. السلام عليكم وليد. أهلا وسهلا. الحمد لله، تفضل. كنت عايز بس اقول اسال سؤال بس استاذ ايمن. تفضل اسال. يعني كان زوج سيدنا ابو بكر اللي هي اسماء بنت عمان، يعني زوجها سيدنا علي بن ابي طالب. كنت عايز اعرف بس يعني هو سيدنا علي ما كانش متفق مع سيدنا ابو بكر ولا سيدنا عمر، فكيف يتزوج زوجة سيدنا ابو بكر اللي هي اسماء بنت عمان؟ طيب تمام إن شاء الله. شكرا. شكرا جزيلا. وليد من مصر كان يسأل عن أسماء بنت عميس اللي تزوجها الإمام علي عليه السلام. هو يسأل إزاي يتجوزها الإمام علي وهو كان يكره أبو بكر. ما هو ده أحرى. هو ده أحرى نفس أضحك الأستاذ وليد. أنا لما كنت أقرأ في القرآن ما تضحكش يا أستاذ فايز علي وأنا بقول الموضوع ده، ماشي؟ لا تفضل. ولا بقرأ في القرآن كنت أقرأ أن سيدنا ستنا آسية امرأة فرعون هتبقى جوزها كافر راح جهنم. فأنا كنت أدعي اللهم زوجنيها اللهم زوجنيها، لحد ما وجدت أحاديث أهل البيت. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. نعتذر أيها السادة المشاهدين الكرام عن هذا الخلل الفني الذي هو خارج إرادتنا. الأستاذ معنا أيمن معنا يتكلم حول موضوع أسماء بنت عميس وتزويجها من أمير المؤمنين سلام الله عليه. أيوة أستاذ وليد، حابب نقول أن أسماء بنت عميس سلام الله عليه ورضوان الله عليه أصلا كانت من صديقات المقربات إلى السيدة خديقة، السيدة خديجة سلام الله عليها، وكانت معاها لما انقطع عنها سيدات قريش في مكة لما سيدة خديجة أمنت برسول الله صلى الله عليه وآله، فكانت من صديقات المقربات. وأوصتها السيدة خديجة رضوان الله عليها عند وفاتها ألا تترك الصديقة فاطمة ليلة عرسها، وهي كانت وفت بهذا، وحضرت العرس في عهد
امير المؤمنين سلام الله عليه، فهو يتذكر كل هذه المسائل، يعني ان امراه تحب ام المؤمنين خديجه وتحب الصديق الكبرى ودخلت معها في عرسها، وكانت مما تكره، كانت تكره ابي بكر، لكن الزواج الاجتماعي، العلاقات الاجتماعيه حاجه والدين حاجه تانية. يعني ممكن واحد يكون مؤمن متشيع متجوز واحده من المسلمات غير متشيعات من النواصب، او يكون العكس يعني، وده بيحصل كتير. احنا عندنا في مصر مثلا واحده تتشيع، زي ما الست اللي كانت بتصل من مدينه اسمها المحله الكبرى بتقول تشيعت، وزوجها من ليس من المتشيعين. فامير المؤمنين لما تزوجها، تزوجها ليرفع من قدرها ويشكرها على ذلك. وطبعا معروف ان هي كانت تبرأ من ابي بكر، وابن ابو بكر نفسه كان بيبرأ من ابي بكر ومن اخته، لان محمد بن ابي بكر اصلا كان مع امير المؤمنين علي بن ابي طالب سلام الله عليه في معركه، في معركه امام عائشه، يعني في حاجه اكتر من كده. فهو العلاقات الاجتماعيه حاجه يا استاذ وليد، وتزواج امير المؤمنين هو افضل ترضيه ليها لصبرها في ذات الله سبحانه وتعالى، ودي مش جديده يعني. ما هي زوجه فرعون برضو كانت صبره في ذات الله، وعشان كده رسول الله صلى الله عليه واله اكرمها الله به زوجا لها في الجنه، ده وضع طبيعي يعني. طيب استاذ ايمن، في موضوع الشعائر الحسينيه، الشعائر الحسينيه هم المصريين مش فاهمين الشعب بيعملوا الحاجات دي ليه، يبكوا على الامام الحسين ويلطموا ويطبروا ويعني ويكون يعني زي ما يكون الامام الحسين اتقتل دلوقتي، يعملوا الحاجات دي ليه؟ الشعائر الحسينيه هو احنا لما نظرنا للقران لقول الله تبارك وتعالى في سوره ال عمران، لان في نصارى جم، نصارى مسيحيين، يعني نصارى يعني اتباع بعد رسول الله صلى الله عليه واله، نحن اتباع السيد المسيح. نصارى جم من اليمن عشان يكلموا الرسول صلى الله عليه واله، وبعدين قالوا للرسول انت دينك باطل واحنا تعالى نحج بعض، والرسول قال خلاص ما دام انتم مش عاوزين تؤمنوا ولا عاوزين تدفعوا الجزيه تعالوا بقى نتلاعن. والاخت الفاضله اللي كانت بتتصل على مساله الملاعنه، استاذ فايز سامعني كويس الملاعنه؟ سمعك. فربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا النبي قل تعالى وندعو ابناءنا وابناءكم، فرسول الله صلى الله عليه واله اخرج الحسن والحسين، فنص القران على انهم ولدا، ونساءنا ونساءكم فاخرج الصديقه فاطمه سلام الله عليها، وانفسنا وانفسكم فاخرج امير المؤمنين علي بن ابي طالب سلام الله عليه. فمن هذا المنطلق عرفنا ان هم هؤلاء دول الخمسه الطيبه على راسهم المعصوم المصطفى صلى الله عليه واله، وكلهم مثلهم معصومين، لكن لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه واله. فلما خرجوا قالوا ايه بقى رسول الله قال ايه بقى؟ فنجعل لعنة الله على الظالمين، يعني رسول الله كان سيرفع يده ويقول اللهم اجعل لعناتك على الظالمين. ده نص القرآن يا أسيادنا، نص القرآن لازم نفهم، لازم نفهم مسألة اللعن ومسألة التبري كويس جدا جدا. فلما وجدنا أول الخمسة الطيبين استشهد سلام الله عليه وقتلته عائشة وحفصة، فحزننا غاية الحزن وبكينا غاية البكاء على رسول الله صلى الله عليه وآله، وقلنا في بقية في الأربعة موجودين. فلما قتلوا الصديقة سلام الله عليها واستشهدت باقتحام الفرقة الحاكمة عليها في بيتها، وقتلوها بعد رسول الله بخمسة وستين يوم أو أقل، فحزننا غاية الحزن. ثم لما قتلوا أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد ذلك في المحراب حزننا غاية الحزن. فلما قتل مولانا الإمام الحسن وسماه معاوية على يد زوجته بعد أن أعطاه المال ووعداه بأن يتزوج ابنا من ابنه، فحزننا غاية الحزن. فلما وجدنا أبي عبد الله سلام الله عليه آخر الخمسة الذين موجودون، الذين كانوا حج على الإسلام، صحيح سيبقى الإسلام وسيبقى موجود، ما بقي 12 خليفة كلهم من قريش، كلهم من بني هاشم كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله، من ولد الإمام الحسين. فولولنا وبكينا حتى هذه اللحظة. لماذا بالذات مولانا أمير المؤمنين الإمام الحسين؟ رقم واحد أنه آخر الخمسة، يعني هو آخر الخمسة الطيبين، هو أصلا هو ابن من؟ ابن فاطمة وعلي أخو الحسن ابن رسول الله، هم كلهم ذرية بعضها من بعض، يعني هم كلهم واحد يعني. الرسول عرفنا المسألة ديت، حسين مني وأنا من حسين، فاطمة بضعة مني، يقول من سنخ يعني من نفس الطبيعة الإيمانية يعني والنورانية. رقم اتنين ان ابي عبد الله ما خرجش زي ما بيقول بعض علماء الضلاليه ان هم كانوا عاوزين الفته واللحمه وكان عاوز الملك، لا، سيدنا ابي عبد الله الحسين خرج لانه يا استاذ فايز وجد، ويا اخوه المتصلين وجدوا ان الايمان والاسلام قد ضاع، فقال انما خرجت لطالبا الاصلاح في امه جدي. لانك انتوا اصلا لو تذكرتم اصلا ان الاسلام كله غير وغيب بعد رسول الله صلى الله عليه واله، والاحاديث ذلك متواتره. حديث عمران لما صلى وراء امير المؤمنين علي بن ابي طالب في الكوفه،
سنة 35 هجرية، وقال سيدنا عمران لقد ذكرنا علي بصلاة رسول الله. المصريين سامعين كويس الحديث، لقد ذكرنا علي، يعني علي بن أبي طالب، هم لحقوا نسيوا الصلاة. يعني الرسول مات سنة 13 هجرية 13، وسيدنا أمير المؤمنين سنة 35، يعني تقريبا 20 سنة يا أستاذ فايز. والرجل الصحابي عمران في صحيح مسلم لما صلى وراء أمير المؤمنين علي بيقول لقد ذكرنا هذا بصلاة رسول الله، يبقى أكيد الصلاة نست في عهد اللي قبل علي أمير المؤمنين، يعني في عهد عمر وعثمان وأبو بكر. وكمان أنس لما قال لا أجد ما مما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا، فقالوا له الصلاة، أنت مش شايف الناس بتصلي؟ قال ولستم غيرتم فيها ما غيرتم. وكذلك أحاديث أبو ذر وغيره وغيره، الأحاديث المسلم والبخاري تدل على أن الدين غير والدين حرف. فلما وجد أبو حسين الحسين سلام الله عليه أنه لابد أن يخرج، لابد أن يقف أمام الكافر المرتد الذي يريد أن يخرج يغير دين الله سبحانه وتعالى، فخرج عشان يقف أمامه، وإلا ما كناش وجدنا أذان ولا وجدنا صلاة على الإطلاق، ما كناش عارفين نصلي. أنتوا لذلك أنتوا كل صلاة ترجع إلى في ثوابها إلى أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، لأنه هو الذي وقف أمام الكافر المرتد الذي أراد أن يمحو الصلاة ويمحو التوحيد ويمحو الأذان كما محى من قبله ما استطاعوا. والأحاديث بتدللك على هذا، والقرآن كان محذرنا من طريق أصحاب رسول الله بتوع الدنيا، لأن هم الدنيا يفتنوا بها فيغيروا الدين ويحرفوا الدين. فمن هذا المنطلق نحن نبكي على أبي عبد الله، لأنه هو استشهد بدمه وبأهله وبنفسه وأخرج نساءه معه ويعلم ماذا سيحدث له في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي سبيلنا، في سبيل المستضعفين اللي أمثلنا، حتى نصلي وحتى نعلم التوحيد وحتى تقوم النهضة الحسينية. فبسقوط أبي عبد الله الحسيني سلام الله عليه على الأرض ارتفع دين الله سبحانه وتعالى. معنا ممدوح من البحر الأحمر، الصديق الدائم للبرنامج. ممدوح السلام عليكم. عليكم السلام، كيفك سويس؟ الحمد لله الحمد لله، ازيك انت؟ ازيك يا استاذ ممدوح؟ وسهلا. الصلاة والسلام على سيدنا مولانا واستاذنا وقائدنا ورائدنا وملاذنا ومفزعنا وقدوتنا واسوتنا السعيد في الازل المعصوم من الزلل، وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه المنتجين، ولعنة الله على اعدائه الى يوم الدين، ولعن الله ابا بكر وعمر وعثمان وعائشه وحفصه وام الحكم ومعاوية وأبو سفيان ومروان إلى آخر هذه الحسانة القدر التي آذت الله ورسوله وآل بنته. وبعد، لي نداء وعندي بشارة، فندائي إلى شعب مصر العظيم، يا شعب مصر العظيم حبوا وأخيكم من الوهابية الضالة المضلة، يا شعب العزة والكرامة، فنحن أول من سار وقام ورفض الظلم، وليس ذلك اليوم ولكن هذا اليوم، يوم صرنا على الطاغية الثالث عثمان ابن عفان لعنه الله، وأسقطناه وقتلناه ولنا الفخر، وهذا الشعب لظالم عشق محمد وآل محمد. هذا نداءي. أما البشارة فقد ذهبت إلى قريتي في محافظة قنا، وهي قرية الأشراف القبلية مدى الخربة، وجدت شيئا يفرح ويشبه القلب، كل الشباب تفتح وفهم الحقيقة وهو على أقدام التشيع، رغم أنف البكريين ورغم أنف العمريين ورغم أنف الوهابيين ورغم أنف السلفيين ورغم أنف كل هذه الثياب الأنجاز الضاغبين من سيدنا محمد وآله الكرام. وشكرا، وقد سدد الله خطاكم إلى الأمام إن شاء الله دائما. وشكرا. بارك الله بك، بارك الله بك. أستاذ أيمن تسمعني؟ أيوة سمعك أستاذ فايز. أيوة تفضل. هو كان أستاذ ما بتحصل على حاجة؟ هو كان فقط يمتدح بأهل البيت عليهم السلام، ويوصل الأخوة المصريين بأنه يسيروا على نهج أهل البيت عليهم السلام. ما هو ده الموضوع يا أستاذ ممدوح، دايما نتكلم معهم، هو مش عارف المصريين أصلا كأننا عايشين معهم كأننا إسرائيليين أو كأننا كفرة ولا كأننا مش عارف الوضع بالضبط. يعني كله عمال يقع في ديننا وعمال يقع في وطنيتنا وعمال يقع في أخلاقنا وعمال يقع في كل حاجة. نقول لهم يا سيادنا إحنا ماذا، إحنا عاوزين إن ربنا سبحانه وتعالى ينهض بينا كلنا كمؤمنين في كل أنحاء العالم، كل مؤمن موحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ربنا سبحانه وتعالى يرفع بهذه الأمة، لأن إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وإنما المؤمنون إخوة. هذا يدل على التلاحم والتواد والترابط بين من الأمة كلها. أما يأتوا الناس اللي حطوا الحدود بين الدول دول المستعمرين المستخربين اللي احتلوا البلاد المسلمة وقطعوها قطعا وعملوها أحزاب
وطلعوا القوميات القديمه، القوميه الفرعونيه في مصر والقوميه بتاع عبد الوهاب في المملكه العربيه المحمديه وقوميات مش عارف فين في ليبيا. احنا عاوزين نتعاون ونتكاتف، انما المؤمنون اخوه، لان هم كتلة واحدة في أعداء في مقابل الإسلام ونحن متفرقون، فنريد أن نتحد على ماذا؟ ربنا قال في القرآن واعتصموا بحبل الله جميعا. حبل الله هو ماذا؟ القرآن. القرآن وحده ينفع ما ينفعش، لأن القرآن ربنا قال فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. طب من يفسر القرآن؟ عدل القرآن. من هو عدل القرآن؟ تركت فيكم ما تمسكتم به. به يعني بهما، دي اسمها هاء الشأن. هاء الشأن ربنا يقول في القرآن واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها. إنها إيه يا رب؟ الصبر والصلاة. قال لك الاثنين، يعني الوصية إنها يعني الاثنين. الهاء دي اسمها بيسموها في اللغة العربية هاء الشأن. فالحديث عن رسول الله تركت ما تمسكتم به، الأستاذ اللي بيقول ده به ما قالش بهما، ما دي هاء الشأن. هاء الشأن يعني هو الاثنين مع بعض، اسمها هاء الشأن يعني الاثنين مع بعض. ما انت مسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وعترتي، وهو العطف اهي للموازنه بين الاثنين، الكتاب والعتره. لما عمر ترك حسبنا كتاب الله فالامه ضلت، احنا عاوزين نرجع للكتاب والعتره. وبعدين هو مش عارف ان الاحاديث كانت بتلقى بالمعنى، هو يعني احنا عارفين رسول الله قال ما انت مسكتم به او بهما، ثم هو هل جمع كل الفاظ الحديث عشان يقف عند لفظ به وبهما عشان يتشدق ويترك النص الصريح في هذه الحديث وهذا الحديث؟ شكرا يا استاذ ممدوح على اتصالك، وربنا يحفظك ويحفظ اهل بيتك الكرام. معنا محمد من مصر، السلام عليكم. محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك أخي فايز؟ كيف حال أخي الشيخ أيمن؟ الحمد لله بخير، الحمد لله، تفضل. الحمد لله. أنا كنت عايز أنا وحضرتك إن إحنا يعني النقاش اللي ما بيننا مبناه الدليل. الدليل الصح واللي يثبت ويقبله العقل والشرع لا نتبعه. وردا على الأخت رقية أو عائشة اللي كانت تتصل وتتحدث عن البجاءة أو الألفاظ. فالألفاظ يعني من المتصلين، بعض الناس المتصلين اللي بيدوا بألفاظ تخدش حياء المشاهدين والقناة. ولو تكلمنا عن الألفاظ فالألفاظ نجدها في البخاري فيما يروى أن النبي كان يأتي نساءه وهن حائضات أو رضاع الكبير أو غيره التي يجب أن يقف العقل عندها كي نتدبرها. هذا ردي عن الأخت رقية، وأرجو من الأخ أيمن أن يكون واسع الصدر أكثر ويعرف طبيعة المصريين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله بك يا أستاذ محمد، تفضل يا أستاذ أيمن، عندك رد على اتصال محمد؟ شكرا على الدخلة بتاعتك التخيره. فإحنا لما بنتكلم على 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 حديث افتراق الأمة والرسول الأمة تفترق، هو أصلا ورنا نروح فين. لو أنتوا تفهموا في آية غريبة جدا في القرآن، لما تيجي تقرأ في سورة المائدة بعد ما ربنا سبحانه وتعالى جاب آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وربنا سبحانه وتعالى زي ما احنا بنقول باللغة المصرية حشرها جوه في الآية مع أن ما لهاش علاقة بيها يعني. وده اللي خلى بعض علماء الشيعة يقول أنه القرآن فيه تحريف، أنه على أساس أنه الآية يعني دخلت جوه في مش مكانها، لكن هو كان فاهم غلط في الآية. لكن كل من يقول بتحريف القرآن طبعا دي مسألة منتهية، يعني شوفوا عائشة وعمر عندهم وبعدين بيردهم. ده في أحد علماء الإمامية الشيعة الأفاضل جايب كل من قال بتحريف القرآن من السند الكتاب من جزئين، فما رضيتش أفتح في الموضوع لأنه ما يصحش نتكلم على الكتاب ده المقدس هكذا. فلما ربنا يتكلم برضه يقول اليوم في سورة المائدة بعد ما خلص مسألة سيدنا علي بن أبي طالب في اليوم أكملت لكم دينكم، بعدها بآيتين ربنا يقول اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وفي آخر الآية يقول إيه بقى؟ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. والآية غريبة فعلا، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيجيب آيات غريبة عشان يصعق الإنسان صعق عشان يفوق ويصعى ويشوف هو بيقول إيه. لو انا بصيت ايه في حد بيكفر بالايمان؟ انا ما اعرفش يكفر بالايمان دي، انا اعرف الايمان عكس الكفر، فمن يكفر خلاص. لما رجعت بقى الحديث رسول الله صلى الله عليه واله في علي بن ابي طالب في غزوه خيبر، عرفت بقى ان ربنا حافظ دينه فعلا. لذلك قلت لك ما فيش فرق اسلاميه، هو في دين واحد احنا بس اللي مش شايفين. في صحيح مسلم انا بستدل اللي بقول الرسول قال على علي خرج درز الايمان كله للكفر كله لما خرج امام عمرو بن ود، فده أحد مصادق الإيمان كله أمير المؤمنين سلام الله عليه. ويبدو أن الآية هنا متعلقة بهذا الحديث
وإلا النص يبقى غريب جدا جدا. لذلك ربنا بيقول ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وهذه متعلقة بالولاية اللي هي جت بعد كده، اللي هي جت قبل كده. اليوم يا أيها الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا كفرتم بهذا الدين الكامل الذي فيه ولاية علي، الذي هو الإيمان كله، الذي برز للكفر كله، فقد حبط عمله. لذلك بنقول من يأتي يوم القيامة وهو مقصر في عدم ولاية أمير المؤمنين استوت صلاته مع زناه، ما فيش فرق من غير ولاية أمير المؤمنين والأئمة من بعده، ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين. والإيمان فسره الرسول برز الإيمان كله للكفر كله في غزوة خيبر وهو عليه سلام الله عليه. معنا محمد من أسوان، سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. عليكم السلام. بارك الله فيكم سيدي وجزاكم الله خير جزاء عن الإسلام والمسلمين وعن الرافضة الأبرار. تحياتي لك يا أبو ياسر والشيخ أيمن. الله يحييك. الله يحييك. نفعنا الله بكم وبالدين. يا شيخ أيمن، دلوقتي هم الجماعة اللي بيعترضوا بيقولوا الشيعة بيحرفوا القرآن. لما يا سيدي لا ينظروا إلى كتبهم؟ عندما تم إحراق نسخ القرآن في عهد نعسل اللعين وكتب القرآن ونقبض بالخط العثماني ونقبض بالخط باعتراف جميع علم الرجال عندهم العلم اللي ما بنعترفش به وعلمائهم كلهم قالوا أن الخط العثماني به كثير والكثير من الأخطاء سواء في التنقيط في الإملاء. هم يعتمدوا بس يقولوا هم محرفين ما يبصوا للكتب، ما في كتبهم موجود في كتبهم مليء، قالوا خط العثماني ده مليء بالأخطاء. انظر سيدي الكريم لكلمة الصلاة وكلمة الزكاة في القرآن، ماذا نقول عنهما وكيف نقرأهما؟ وقراءات أهل البيت ما بالك نسمع قراءات أهل البيت يا سيدي، يعني هم اللي مغيرين ولا مين اللي مغير؟ يعني في الآية المباركة الكريمة ولتكن منكم أمة، من هذه الأمة يا سيدي؟ هي في السياق العادي، ليس سياق باحثين ولا سياق دارسين. نقطتين التاه نطلع فوق وليكن منكم أئمة، ما تنفعش معهم قراءات أهل البيت. لو سمعوا قراءات أهل البيت كان عملوا إيه الجماعة دول يا سيدنا؟ قراءات أهل البيت دي هي سبحان الله، هم عدل القرآن، هم اللي ما حدش يفسر القرآن لكعب ولا غير كعب ولا وهب ولا غير وهب، ما حدش يخش في القرآن إنه قرآن كريم في كتاب مكنون. هذا القرآن جزء من الكتاب المكنون الذي لا يمسه إلا المطهرون. من المطهرون يا رب؟ نفس القرآن يفسر نفسه بنفسه، هم محمد وآل محمد، إنما يريد الله. فإيريت سيد الآيات المباركات دي عايز نقنع الناس دي إن هم اللي جايلين بالتحريف، وهم اللي جايلين بأنه الخط العثماني والمصحف اللي بين الدفتين موجود بنؤمن به، وهم اللي ضاعنين فيه أساسا. كيف يقولوا على المحبي والتابعين لآل محمد إنه هذا القرآن محرف؟ آيات كثيرة، إن علينا للهدى، إن علينا للهدى، لما لم تكن إن علي للهدى، واللي عجبوا عجبوا يسيدوا، واللي ما عجبوش يروح مكان ما يروح. إن هذا صراط علي مستقيم، كيف سياق الآية تفهم سيدي؟ لماذا لم لا تكون علي؟ إن هذا علي، اللي عجبوا عجبوا يا شيخ أيمن، واللي ما عجبوش يشرب من أي بحر. أشكرك سيدي وجزاكم الله خير جزاء، وريت توصل لنا يعني توصل لنا يا سيدي ببحثك الممتع ده وبأبحاثك، يعني عندما تم إحراق المصحف اللي حصل في الخط العثماني وإيه حكاية الخط العثماني ده، اقنع الناس اللي بتقول إحنا محرفين القرآن والشيعة محرفين القرآن. أشكرك سيدي جزاكم الله خير جزاء لأفتح المجال، وبارك الله فيكم وسدد الله على طريق الخير. شكرا جزيلا. أستاذ عيمان تفضل. ما هو أستاذ محمد، شكرا أن تواصلك معنا يا فندم. هو أفضل تعليق على قولهم بتحريف القرآن، ما احنا من ساعة ما بدأنا أنا دايما معظم استدلالاتي عليهم بالقرآن، لأنهم بيروغوا مني في الأحاديث روغان الثعلب، فأنا عاوز أزنقهم فبجيب لهم القرآن، وأنا جبت قرآن غير القرآن اللي موجود بين دفتي من الباء إلى السين، أوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وآخره من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم. هذا هو القرآن الذي حفظه الله، هذا أنا أمسكه الآن في يدي، وهو كتاب الله المحفوظ، هذا كتاب الله الناطق، هذا كتاب الله السامط، وكتاب الله الناطق الأئمة الذين يترجمون هذا القرآن إلى ألفاظ ومعاني موجودة. أما مسألة كتاب القرآن، معروف أن من كتب القرآن وحفظ القرآن، هم يقولون أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هو الذي كتب القرآن وجمع القرآن، ولذلك لم يخرج المبايعة
يعني لم يخرج يطلب لنفسه البيعه لكي يبيعه المؤمنون، لانه هو الولي، وهم استغلوا فرصه امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم هو مشغول بجنازه رسول الله صلى الله عليه واله، ومشغول بكتابه القران والمصحف بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه واله ومقتله، فعشان كده عملوا اللي عمله لما خرج لهم بالمصحف اللي مكتوب بخطه، لان المصحف الرسول هو اللي جمع، الرسول اصلا هو اللي صفح اللي جمع المصحف، لما ربنا قال له بلغ ما انزل اليك من ربك، هو بلغ حق التبليغ، والا كده بنقع في رسول الله ونتهمه بالتقصير في انه تبليغ المصحف، لا مصحف عثماني ولا مصحف هيصه. هو عثمان لما اخذ الاحاديث كل القران كله وحذفه كله وحرقه كله، خلى الناس كلها تطلع وتتكلم ويستهزئوا بينا. وانا شفت امبارح واحد نصراني بيقول اذا كانت انزل القران على سبعه احرف وعندهم عشر روايات وكل رواية خلف الرواية التانية، وعثمان حرق المصاحف اللي كانت موجودة، لو القرآن أنزل على سبعة أحرف والحديث صحيح يبقى عثمان حرف القرآن وحرقه، لو القرآن ما نزلش يبقى المسلمين كذابين. طب وليه نعمل اللخبطة دي؟ ما احنا بنقول عندنا القرآن موجود محفوظ، عندنا رواية أمين المؤمنين سلام الله عليه بنقرأها حفصة عن عاصم، ومع ذلك الأئمة المراجع قالوا كل القرآن الذي يقرأ بالقراءات نقبله، أما من يقول بالتحريف؟ ما احنا نستشهد عليكم بالقرآن اهوت، وكل الآيات اللي موجودة في القرآن والسور موجودة، أنا جبنا قرآن ثاني غير هو القرآن هذا، ليه ترمونا بالباطل؟ بقى كفاية كذب، كفاية كذب، أنتم مستفيدين إيه من الكذب علينا ده؟ ما احنا بنستشهد عندكم بالقرآن اهوت اللي احنا بنقوله. معانا أبو رحمة من الغربية، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، أزيك يا أستاذ فايز معاك، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. سلام للأستاذ أيمن. أهلا وسهلا فندم، إزي صح؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا أعانكم الله ووفقكم لما يحب ويرضى، ولكن المشكلة عندنا احنا هنا في مصر إن حتى العلماء نفسهم بيحاولوا بكل الطرق والوسائل إن هم يعني يبغضوا الناس في أهل البيت والتشيع والشيعة وكده، على أساس إن هم يعني كل يدلسهم في الأقاويل بتاعتهم، في يجيبوا مثلا مقاطع من كتب أهل الشيعة ويكتروا منها ما يشاءون ويزودوا ما يشاءون، وبكل الوسائل وبكل طرق السفالة وقلة الأدب، وبالذات الناس السلفية هم أصل الفساد عندنا في مصر هنا، وهم اللي عايزين يستحوذوا بالدراع زي ما بيقولوا، وإن هم الناس ما عندهمش لا خوف من الله ولا خوف من أي مخلوق، حتى يعني الكذب من طبيعتهم ومن وصفهم، فهم بيصوروا صورة للناس غير الصورة الحقيقية، وعايزين يعني يجعلوا الهيمنة والسيطرة على الناس بالكذب والبهتان وكذا وكذا، وفي نفس الوقت في صورة ان هم محبين لأهل البيت وان هم يحبوا أهل البيت وان أهل البيت دولت ما يفترقوش عن مكانتهم عندهم عالية وكذا وكذا، ولكن كل دي هراء عندهم الى ان هم يغيروا اتجاهات الناس، او كل ما انسان يجي يفكر ان هو يشغل عقله او ان هو يفكر بعقله فيجد امور متناقضه مع بعضها، يجد امور تكرهه كتير. اسمع في القنوات الفضائيه وبالذات قناه الصفا اللي بتحارب اهل البيت بطريقه يعني سيئه جدا واسلوب سيء جدا، فهي قناه سيئه جدا، حتى العلماء بتوعهم فهم بيحاولوا ينشروا قدام الناس ان التصوف دوت ان التشيع دوت كفر والعياذ بالله وخروج عن المله وكذا وكذا، حتى الناس ما تعرفش الحقيقه، والناس من طبيعتها ما بتقراش. فسبحان الله من يؤيد لهذا المنهج القويم ويؤيد لهذه العترة الطيبة أسود يقف وراء ذلك ويبينهم تدليسهم وتكذيبهم وبهتانهم، وإنهم الناس دول أصلهم الإنسان لو استمع لهم وفكر بعقله استنار بنور اللي ربنا أعطاه له فعلا هيهتدوا، وإلا هم ينسبوا
الفضائل لغير أهل البيت ويستبدلهم أهل البيت بغيرهم، يستبدلهم مثلا بالإمام علي عليه السلام والإمام الحسن والإمام الحسين، يركضهم على جنب وجوه مكانهم عمر وبكر وعثمان، يشيلوا السيدة الزهراء سلام الله عليها وحطوا مكانها عائشة، يشيلوا مثلا. وهذه اللبانة شغالة بالليل وبالنهار في جميع الأقوال في جميع الأفعال، على المنابر على كذا على كذا. فهو منهج سيء جدا وشوشرة على عقول الناس، حتى إن الناس مش عارفة. أرجوك باختصار يا أبو رحمة عشان في اتصالات كثيرة مستنى. وفقكم الله، وإن يعني كنت عايز أشارككم بس في بارك الله بك. بارك الله بك، شكرا جزيلا، نتمنى أن ربنا يوفقكم. شكرا جزيلا، الله يخليك، شكرا على المشاركة الحلوة بتاعتك. أستاذ أيمن، متشكر أبو رحمة، ربنا يحفظك ويحفظ آل بيتك يا فندم، متشكر على التعاطف الطيب اللي من جهتك هذا. يا سيدنا، احنا بنتكلم على حديث افتراق الأمة، مش أنا اللي قلت الرسول اللي قال الحديث، وابن تيمية صححه والألباني وناس كتير جدا قلت لكم في الأول. تعال نشوف مع بعض الفرقة دي مين. حاجة من اتنين، أنا آسف، حاجة من ثلاثة، يا إما الصحابة وآل البيت مجتمعين، يا إما الصحابة لوحدهم، يا إما أهل البيت لوحدهم. في حاجة رابعة يا أستاذ فايز؟ لا، يا إما الصحابة وأهل البيت مجتمعين، يا إما الصحابة لوحدهم، يا إما أهل البيت لوحدهم، مفيش حاجة رابعة. أنا بينت لكم كتير جدا 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 إن منهج أهل البيت ومنهج الصحابة اختلفوا. أقول لكم حاجة صغيرة بس، لقول الله تبارك وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. دول الصحابة تركوك قائمة، كل ما يجي أي حاجة يوم الجمعة تاجر يبيع حاجة يسيبوا النبي ويجروا، وده القرآن اللي قال في سورة الجمعة: وإذا. وإذا تفيد التكرار. أما أهل البيت سبحان الله ربنا عليهم: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. هم دول أهل البيت، لا تلهيهم تجارة ولا بيع، اللي ربنا قال مثل نوره كمشكاة، اللي هو في بيوت أذن الله أن ترفع، اللي هم المعصومين، اللي هم أهل البيت، اللي هم في سورة النور. لكن لما جينا نشوف الصحابة، هنفرض جدلا ان هم كانوا على مستوى طاهر في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، بس انا بكون كاذب اذا قلت هذا الكلام وهذا الافتراض، لان القرآن مبني على ذم الجيل الاول من اتباع الانبياء على الاطلاق ويمدح القلة القليلة منهم. تعال نجي على القرآن نشوف المسألة دي. لما ربنا اتكلم في سورة مريم وقعد يقول: واذكر في الكتاب ابراهيم، واذكر في الكتاب موسى، واذكر في الكتاب اسماعيل، واذكر في الكتاب ادريس، بعد كده هو ربنا بيقول ايه في الآية: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. دي أنا آسف، دي في سورة الأعراف: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. هذه الآية تدم على أتباع الرسل خصوصا العلماء منهم، وطبعا دي تنطبق على الصحابه، ما هماش بدعه، يعني سيدنا النبي ما هوش بدعه من الرسل. شوفوا الايه بتقول: يا سيادنا في سوره الاعراف: فخلف من بعدهم خلف، يعني من بعد الانبياء، ورثوا الكتاب، خدوا القران ده ورثوه، ما حملوش حمل يقيني ولكن ورثوه. وده تفكرك بالرجل اللي ربنا قال عليه في سوره الاعراف: واتلوا عليهم مثل الذي اتيناه واياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين فمثلوه كمثل الكلب. يعني في ناس ربنا يورثهم الكتاب ولان هم مش معصومين بينسلخوا من الكتاب، منهم اصحاب رسول الله اللي حصل، لان القران بيقول، منهج القران بيقول ان اتباع الرسل فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، اللي هم علماء الصحابه وعلماء الرسل، علماء اتباع الرسل، علماء اتباع الرسل ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا، بياخدوا من الفلوس ويبيعوا الاخره بالدنيا ويقولوا ربنا يغفر لنا، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، يجي لهم فتة ولحمة تاني يأخذوها، زي جابر بن سمرة وابو هريرة اللي أخذوا الفلوس وحرفوا على رسول الله صلى الله عليه وآله الأحاديث. والقرآن بيلفت نظرنا وبيجبرنا إن احنا نؤمن بمنهج أهل البيت الذي تدعو إليه أهل الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، لأن ما فيش طريق تاني غير والقرآن اللي بيوصلنا ليهم ويدفعنا ليهم دفعا قويا. الآية التانية بتاع سورة الأعراف، بتاع سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. برضو دول أتباع الرسل، ولو أنت لاحظت في أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله أضاعوا الصلاة. أنا جبت لك حديث عمران في صحيح مسلم لما علي بن أبي طالب سلام الله عليه صلى بيهم، فعمران قال: لقد ذكرنا هذا، يعني علي سلام الله عليه، بصلاة رسول الله، يعني معناه أنهم نسيوها. مين كان بيحكم قبل علي؟ ثلاثة:
أبو بكر وعمر وعثمان نسوا الناس الصلاة، يبقى القرآن قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، يبقى هو الرعيل الأول اللي بعد الرسول، اللي بعد رسول سيدنا النبي وبعد الرسول كلها. وبعدين حديث أنس لما قال لا أرى ما كان شيئا مما كان عن عهد رسول الله، قالوا أنت ما بتشوفش ولا مش في صلاة الصلاة، قال أوليس حرفتم فيها ما حرفتم وغيرتم فيها ما غيرتم. فدل هذا على تطبيق قول الله تبارك وتعالى على الصحابة فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فظهر دور بين إن هم ارتدوا وهم غيروا وهم حرفوا وهم أبضوا من القرآن ومن التاريخ، وأنا جبت من القرآن الأول، فوجب إن أنا أروح عند ناس معصومة وهم أهل البيت. عندنا منصور من الشرقية، السلام عليكم منصور. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل انت على الهواء، تفضل. ايوه معاك يا سيدي، تفضل. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يعني طبعا يعني معظم التساؤلات اللي كانت عندي اجبتم عليها، ودخلت ايضا على موقع القطرة. بصراحة يعني معظم التساؤلات اللي تدور في ذهن أي إنسان يبحث عن الحقيقة موجودة على موقع القطرة، وبرضو الأسئلة اللي أنا سألتها يعني أجبتم عنها، فأني أردت بس أنني أشارككم الحلقة. وأنا أعترف أن فعلا الدين حرف، وأن أبو بكر وعمر فعلا خانوا هذا الدين وبدلوا هذا الدين وهزوا رسول الله صلى الله عليه وآله، و يعني مش عارف أقول إيه. منصور أنت بس أسألك سؤال، أنت متشيع أنت؟ لا أنا لم يعني ما علمتش تشيعي بعد يعني، بس يعني بس ممكن أنا على معكم. طيب يعني ممكن تعلن تشيعك دلوقتي على البث المباشر ده؟ يعني بصراحة مؤمن بما تطرحونه يعني، يعني لا يعني لا يمكن لا يمكن أن أكرر ما فعله أبو بكر وعمر والصحابة الذين خانوا رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا فإن كان هذا تشيع أنا شيعي، أنا متشيع. متشيع ما شاء الله، اللهم صل على محمد. كان هذا هو التشيع فأنا متشيع، أنا أحب رسول الله وأحب آل بيت رسول الله، ويعني أظن أن يعني لابد أن نقف أو لابد أن نعترف بهذا، وأن فعلا حدثت خيانة لرسول الله، وأن هم بدلوا الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن المشكلة أني يعني ليس معي على الحق عوان، يعني أنا أعيش في مكان ليس فيه شيء على الإطلاق يعني، أو على أحد علمي أنا ليس فيه شيء على الإطلاق. أستاذ منصور، إذا كنت تريد أن تدخل القلب على رسول الله صلى الله عليه وآله فتعلن براءتك من أعداء آل البيت واعترافك بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أعلن براءتي من كل من آذى رسول الله صلى الله عليه وآله، وكل من آذى الزهراء رضوان الله تعالى عليها وعليها السلام. أنا أقول بقى أشهد أن لا إله إلا الله. خانوا فعلا. طيب. قول يا أستاذ بقى منصور، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه لا شبيه له ولا نظير. أنه لا شبيه له ولا نظير. وأشهد أن محمدا رسول الله وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. أشهد أن محمدا رسول الله وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وسيد الخلق أجمعين. وسيد الخلق أجمعين. ومبرأ من كل عيب وشيء. ومبرأ من كل عيب وشيء. وأشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله. وأشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله. أشهد أن فاطمة الزهراء. وأشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله. وأبناءها المعصومين حجج الله. أبرأ إلى الله من أبي بكر وعمر وعثمان. أبرأ إلى الله من أبي بكر وعمر وعثمان. وعائشة وحفصة. عائشة وحفصة.
وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. أشهد أن أبا بكر وعمر. أشهد أن أبا بكر وعمر. وعثمان وعائشة وحفصة في النار. وعثمان وعائشة وحفصة في النار. أدخلت النور على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله. على محمد الله يا سيدنا. وقرر الله عين مولانا الحجة الذي دخل الرجل فأذاه وقال هذا الرجل أدخلت النور على قلب مولانا الحجة حفظك الله سيدنا، واعلم أن الله يرعاك ورسول الله يرعاك ولن ينساك أبدا. من الآن يأتيك رسول الله صلى الله عليه وآله يعلمك مباشرة عليك بالقناة، واتصل في أي إشكال، أنا خادم لحضرتك تحت أمرك في أي حاجة. تفضل أستاذ فايز. أستاذ منصور. نعم. احنا فرحانين قوي من اتصالك ده، ولو كان عندك اي تساؤل او اي حاجة احنا بالخدمة ان شاء الله. انا هبلغ الاخ المخرج ياخد النمرة بتاعتك عشان لجنة التواصل مع المتشيعين يتواصلوا معاك. هم هيتأخروا عليك شوية حبتين شوية، بس ان شاء الله هيتواصلوا معاك في اقرب فرصة ممكن، لان عشان عندهم شغل كتير قوي. أحمد جواد، أخذ رقم تليفون الأخ منصور ودز إلى لجنة المتشيعين إن شاء الله. سمعتني محمد جواد؟ محمد جواد؟ شكرا جزيلا. لا أنا كنت بكلم الأخ المخرج. شكرا جزيلا على اتصالك وبارك الله بيك. أدخلت السرور على قلب الإمام المهدي سلام الله عليه وعلى قلب رسول الله صلى الله عليه وآله. بارك الله بيك، شكرا جزيلا. سلام الله. شكرا جزيلا. طيب ناخذ اتصال. لو عندك تعليق استاذ ايمن على الاخ منصور، اتصال الاخ منصور. القلب في غايه الفرحه استاذ فايز، والعين تبكي لان الله سبحانه وتعالى ارضى مولانا الامام سلام الله عليه، لان هذا الرجل الذي ادخل الحزن على قلبي لوقوعي في مولانا صاحب الزمان. ويقول عليه هذا الرجل هؤلاء الناس مغيبون أصلا، فالأستاذ منصور أدخل الفرحة على قلبنا، فهذا وقت فرحة وبهجة. ربنا يحفظك يا أستاذ منصور، ويحفظ أهل بيتك الكرام، ويعينك على أن يسددك ويسدد خطاك، ويحفظك على طريق محمد وآل محمد تراقي الإيمان، وأن يلحق بك وبسفينة النجاة مع محمد وآل محمد كل أشياعك وأقربائك وكل المصريين الأطهار الأفاضل، وأن يأخذ حتى بأهل الكتاب معنا. فنحن نريد أن نتحد يا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا نقول لكل الناس مخالف وموالي. تفضل أستاذ فايز. عندنا اتصال من الأخ أحمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا بك أخي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى السلام على ثلاثة قدم. أستاذ أحمد صوتك مش واضح خالص. يقول أبو حيان التوحيدي. أنا مش فاهمك، شكرا جزيلا. أستاذ أحمد، يعني أرجو من الإخوة المتصلين لما يتصلوا فينا يكونوا في حتة تكون الشبكة فيها واضحة، يعني شبكة قوية عشان نفهمهم. مش ممكن يعني يتصلوا إحنا مش فاهمين ولا حاجة. شكرا جزيلا أستاذ أحمد، واعتذر عن قطع الاتصال بسبب أنه صوتك كان مش واضح خالص. أستاذ أيمن تفضل. هو أستاذ فايز برضو، ما هو القرآن يتكلم على أن أتباع الرسل لابد أن هم ينصبهم ويختلفهم ويقتتلهم. لما ربنا قال في سورة البقرة في آية 200 300، مش شايف كويس، 353، في آية تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ربنا قال إيه بقى؟ منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا. يبقى القرآن ينوه إلى أن أتباع الرسل يقتتلون، والقرآن بيقول ليه اقتتلوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. أظن دي آية واضحة جدا وصريحة، فإن القرآن قال فمنهم من آمن ومنهم من كفر. وفي آية تانية برضو في سورة البقرة بتتكلم عن نفس الموضوع، لأن أتباع الرسل دول بيقتتلوا بعد الرسل ما يموت، اللي هو الرعيل الأول اللي هم بيسموه الصحابة، اللي هو ربنا بيقول كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ربنا بيتكلم عن الرسل أهو،
نبيينه وما اختلف فيه يعني في الكتاب إلا الذين أوتوه اللي هم الذين ورثوه اللي احنا قلنا عليهم من شوية من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. يبقى في بغي وفي حسد. لكن هرجع للآية الأولانية لما ربنا قال فمنهم من آمن ومنهم من كفر. نقول الحسين سلام الله عليك من الصحابة وقف أمام يزيد يقول لي المصريين أين من آمن وأين من كفر. الحسين هو الذي آمن ويزيد هو الذي كفر. مولانا الإمام الحسن خرج على معاوية وكان يريد الحرب لولا أن الظروف ألجأته لحفظ دماء الشيعة فلم يحاربه بالسيف ولكنه خرج عليه. فمنهم من آمن ومنهم من كفر. أين الذي آمن وأين الذي كفر؟ الذي آمن هو الحسن سلام الله عليه والذي كفر هو معاوية. علي عمار ملئ إيمانا من أخمص قدميه إلى مفرق رأسه وعلي سلام الله عليه مع القرآن والقرآن مع علي. حارب عائشة وطلحة والزبير وعمر ومعاوية. فمنهم من آمن ومنهم من كفر. أين من آمن وأين من كفر؟ علي وعمار آمن، عائشة وطلحة والزبير وعمر ومعاوية كفر. فاطمة سلام الله عليها خرجت تحارب أبا بكر حرب، تحارب أبا بكر حربا ثقافية فكرية عقائدية وتقول له يا زنديق يا كافر يا مرتد يا من تعرف حديث رسول الله ولا أعرفه. هي لم تذكر هذه الألفاظ صراحة ولكنها قالت هذه المسائل. فلما خرجت فاطمة على ابن أبي قحافة وعمر وماتت وهي واجدة عليهما. نعم. فأين من آمن وأين من كفر؟ فاطمة من آمنت وأبو ابن أبي قحافة وعمر هو الذي كفر. نعم. وهو الذي هذا القرآن هو الذي لفت نظرنا إلى هذه المسألة أستاذ فايز، أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. انقلبهم، القرآن قال والشاهد قال والأمور وضحت وبقت صريحة. فالمسلمين دلوقتي قدامهم حاجة من ثلاثة، يا إما يتبعوا منهج الصحابة الباطل، يا إما يتبعوا منهج الصحابة وأهل البيت المخترع المزيف المزعوم لأنهم بطريقهم واحد، يا إما يتبعوا الطريق الحق طريق محمد وآل محمد زي ما أخونا منصور شرفنا النهاردة وأعلن تولي أولياء الله والتبري من أعداء الله. الحمد لله. عندنا أبو محمد من أسوان. السلام عليكم. أبو محمد من أسوان سمعني؟ أبو محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. إزاي حالك؟ الحمد لله الحمد لله. تفضل. سلام الكبير للأستاذ أيمن. الله يخليك. إزيك يا شيخ أيمن؟ الله يخليك. دنت اللي سيدنا وتاج راسه ومعلي راسه في الدنيا والله. يحفظك يا سيدنا والله العظيم. انت يعني تشرح قلوبنا والله. بصح يا سيدنا تشرح قلوبنا والله. الله يخليك. حضرتك انا متشيع بس عايز معي اولادي عايز تلقنهم الشهاده. ما شاء الله ما شاء الله. الله يخليك. الله يبارك. يلا تفضل يا استاذ ايمن. الاستاذ ما الاسم الاول؟ الاستاذ ايه يا استاذنا؟ اسمه ايه الاستاذ الاولاني يا ابو محمد؟ اي اللي خليك فيه امرني. اسم ابنك الاول ايه؟ محمد. محمد معانا. محمد اول واحد. محمد تفضل يا محمد. اقول رشيح روح. الو تفضل يا محمد. السلام عليكم استاذ محمد. سمعني كويس؟ كويس الحمد لله. يلا قول. يلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وحده لا شريك له. وحده لا شريك له. ولا شبيه له. ولا شبيه له. ولا نظير. ولا نظير. وأشهد أن محمدا رسول الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وسيد الخلق أجمعين. سيد الخلق أجمعين. ومبرأ من كل عيب وشين. ومبرأ من كل عين وشين. أشهد أن أمير المؤمنين علي. أشهد أن أشهد أن أمير المؤمنين. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. علي ولي الله. أشهد أن أشهد أن
فاطمة الزهراء، فاطمة الزهراء، وأبناءها المعصومين، أبناءها المعصومين، حجج الله، حجج الله، أبرأ إلى الله، أبرأ إلى الله، من أبي بكر، من أبي بكر، وعمر، وعمر، وعثمان، وعثمان، وعائشة، وعائشة، وحفصة، وحفصة، وسائر أعداء، وسائر أعداء أهل بيت الرسول، أهل بيت الرسول، أشهد أن، أشهد أن أبا بكر، أبا بكر، وعمر، وعمر، وعثمان، وعثمان، وعائشة، وعائشة، وحفصة، وحفصة، في النار، في النار، لعن الله قتلت الزهراء، الله أكبر كبيرا، اخسأ يا معاوية في قبرك، اخسأ يا معاوية في قبرك، اخسأ يا من سببت أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول الله ينتظر. يلا طيب يا أبو محمد. أيوة شيخ فايز. طيب مين معانا الثاني؟ معك عز يا باشا، تعال يا عز. تعال تعال يا عز. خذ يلا روح. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا، تفضل يا أستاذ أيمن. تفضل يا أستاذ عز، قول معايا، أشهد أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، أنه لا شريك له، وأنه لا شبيه له، وأنه لا شبيه له، ولا نظير، ولا نظير، وأشهد أن محمدا، وأشهد أن محمدا رسول الله، رسول الله، وخاتم الأنبياء، وخاتم الأنبياء، المرسلين، المرسلين، وسيد الخلق أجمعين، وسيد الخلق أجمعين، ومبرأ، ومبرأ من كل عيب، من كل عيب، أشهد أن أمير المؤمنين، أشهد أن أمير المؤمنين عليا، عليا، ولي الله، ولي الله، أشهد أن، أشهد أن فاطمة الزهراء، فاطمة الزهراء، وأبناءها المعصومين، وأبناءها المعصومين، حجج الله، حجج الله، أبرأ إلى الله، أبرأ إلى الله، من أبي بكر، من أبي بكر، عمر، عمر، عثمان، عثمان، عائشة، عائشة، حفصة، حفصة، وسائر أعداء، سائر أعداء أهل بيتي، أهل بيتي رسول الله، رسول الله، أشهد أن أبا بكر، أشهد أن أبا بكر، وعمر وعثمان، وعمر وعثمان، عائشة وحفصة، عائشة وحفصة، في النار، في النار، اللهم صل على محمد. هنيئا بكم في سفينة النجاة يا سيدنا. أبو محمد. يا أخونا يا أبو محمد. يا أبو محمد. عندنا كم واحد كمان؟ معك تيسير. لا بس بس ثواني يا أبو محمد، أبو محمد سمعني؟ تفضل تفضل. أنت عندك كم واحد كمان؟ عندك كم واحد كمان؟ لا أنا فضلا معي المدام وتيسير والبنوطة الصغيرة نعمل. طيب طيب دول دول المدام والتيسير خليهم سوا يعلنوا تشيهم عشان وقت البرنامج كمان دقيقة وينتهي. إن شاء الله سوا إن شاء الله. أستاذ أيمن تفضل. يا أستاذة أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،
وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، وأنه لا شبيه له، وأنه لا شبيه له، ولا نظير، ولا نظير، جل جلاله، جل جلاله، جل جلاله. أشهد أن محمدا، أشهد أن محمدا رسول الله، رسول الله، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وسيد الخلق أجمعين، وسيد الخلق أجمعين، ومبرأ من كل عيب، ومبرأ من كل عيب. أشهد أن أمير المؤمنين، أشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله، عليا ولي الله. أشهد أن فاطمة الزهراء، أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين، وأبناءها المعصومين حجج الله، حجج الله، أبرأ إلى الله، أبرأ إلى الله، من أبي بكر، من أبي بكر، وعمر وعثمان، وعمر وعثمان، وعائشة وحفصة، وعائشة وحفصة، وسائر أعداء، وسائر أعداء أهل بيت رسول الله، أهل بيت رسول الله. أشهد أن أبا بكر، أشهد أن أبو بكر، وعمر وعثمان، وعمر وعثمان، وعائشة وحفصة، وعائشة وحفصة، في النار، في النار. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر كبيرا. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أظهر الله دينه بكم في الصعيد ونظره بكم يا سيدنا. الحمد لله. الله يخليك أستاذ أيمن، الله يخليك. شكرا جزيلا على اتصالك يا محمد وفرحنا بك. طيب يا أستاذ فايز، عايز أقول كلمة لأستاذ أيمن الأسترك يا شيخ. تفضل يا شيخ أيمن. تفضل سيدنا. حياتي حياتي الاخوه، اسالكم بالامام علي وفاطمه الزهراء والحسن والحسين والسيده زينب والائمه الاطهار في الداعيه محمد، عشان في خنقه مش عايزه تفك خالص. ان شاء الله ان شاء الله. كنا ببركه محمد وال محمد. طيب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله، وربنا يوفقكم ان شاء الله. ربنا يوصل ان شاء الله الاجابه باذن الله تعالى. ان شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ أيمن. احنا نختم البرنامج، واتصال كان مفرح قوي، وان شاء الله يجي اليوم اللي حتكون برامجنا عليه وآله. نعم. أدخلوا الصروح مولانا الحجة ورسول الله الواحد في غاية الفرح. ربنا يبارك فيهم ويحفظهم ويحفظ شيعتهم وأقربائهم ويهديهم إلى سواء الصراط، ويفرج ما بهم من أزمة بحق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. سألناك يا مولانا واستشفعنا بك يا رسول الله إلا شفعتنا ببركة الزراء ابنتك البتول، وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وإن شاء الله يجي اليوم اللي تصير برامجنا كلها إعلان تشيع إن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله. إخوة المشاهدين الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل لقاء بكم إن شاء الله في يوم الجمعة الساعة 6 بتوقيت القاهرة، الساعة 5 بتوقيت القاهرة إن شاء الله. وحيكون معكم كمان الأستاذ أيمن. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله من هنا من أرضي فدك الصغرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.